بيوسف بيوسف يقول لك عادل السعدون الحرارة راح توصل 65. كم؟ 65. 65. كامل زين. ترى كل سنة كذي يعني 65. والله لا تأفورون. والله كل سنة كذي يعني وصلنا 65. لا لا مو كل سنة كذي ايه؟ يعني بتفرق ماله وزيادة درجتين ثلاث تفرق. ايه ما تفرق. لا تفرق والله ما تفرق. انت انا عندي يقين ان الكويت ساكنة في قلب الشمس. الله احنا في قلب الشمس لان نابض. نابض احنا قلب ينبض. ننبض اي نابض من زمان. نابض على سواب الشمس ولا غير شمس. انت تبي تسجنوني فالكويت زمان نابر مو زمان نابض. نابر كرم عاد لا تقول عاد صدق خايسه وعرض هذا اللي الضحك صدق هذا المهم. بعد انت عندك حساسيه من يا ابو كميل فما راح نعطل لك اي قطه. بيوسف الحين اذا صار 65 هذا يصير من الحمى. الحمى لا من الوغى. الحمى شنو؟ انا ان نحمل حما والوطء. الحمى لا لا الحمم. الحمم انت بتحمم ويا لا يعني قصدي يعني يعني لاهوب يسمونه اللاهوب اللي تشيل عدوك ان شاء الله. زين امس كان ويانا المعلم الفاضل ايه وحكينا عن المواضيع. ايه اليوم نقعد الصبح نتفاجأ بالخبر التالي. اي والله وزير التربية ينهي تكليف. انهى يقول لك خلاص بطيلة. ينهي تكليف جميع العاملين في المطبعة السرية. نعم على خلفية تسريب امتحان الإسلامية للصف الثاني عشر. نعم وهذا نقلا على جريدة الجريدة. وزارة التربية يقول لك عاجل تأجيل موعد امتحان التربية الإسلامية للصف الثاني عشر علمي وأدبي وسيتم تحديد موعد لاحق وغدنا 3-4-6 يوم راحة. نعم والله يا جماعة اليوم هم لغوه علشان يعني التسجيل. ادلي يعني ادلي يعني انت اسمك نادر ولك من اسمك نصيب. نعم بس المطبعة السرية ما لها من اسمها نصيب. شكرا سام. مطبعة سرية على شنو السرية يعني انا ماني فاهم يعني امتحان يسرب ترى هذه كارثة وطنية. صح عافية والله كارثة وطنية. عافية عليك حبيبي. شلون شلون قصة المطبعة السرية اوقف عندها. احنا في 2024 وسط التكنولوجيا وهالدنيا ولا حتى اصلا المسمى المطبعة السرية تحس انه كأنه ايه؟ امشي على مسماها. ايه مطبعة سرية وتسريب ما يصير. الواقع مؤلم. زين ممكن ياخذونه من الانترنت يعني. لا 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 هو شوف شنو الدبره والدوابير. الله والله ما ادري ايه؟ بس هذه مو اول مره. موضوع ايه؟ مزعج والله جدا حبيبي. ايه يعني مزعج جدا. وتدري وين المزعج في الامر؟ خليك خلاص التربيه بتاخذ اجراءاتها. انت يا الطالب او انت يا الطالبه يعني ترى الموضوع بالنسبه لهم مؤرق ان انا اقعد الصبح ومحضر نفسي وبروح اختبر ايه؟ واي يوم امتحان وحزت الحزه يقول لي والله امتحانك اجل ولا روح. ايه؟ والتعامل مع طلبه في هالمرحله الحساسه يعني لها اعتبارات يعني نفسية الطالب. عافية عليك. اليوم هذا التأجيل شنو أثره أيضا على نفسية الطالب ترى هذا. نعم. كارثي. شكرا حبيبي. نعم. تأجيل يعني اللي درس واجتهد واللي درست واجتهدت برافو. شنو ذنبهم في هذا يعني الموضوع اللي قاعد يصير؟ والحين شغلة والله شيء يحر يعني. أيوة والله الشغلة الثانية ما احنا بنطول في الموضوع. الشغلة الثانية التسريب ضده في كل الاحوال لكن الحين انت يا تعبان يوم مسرب بنياني انت مسرب تربيه اسلاميه يعني هو التسريب يعني بالمطلق اللي مرفوض. اللي يشتغل اسف على بهال البوتقه يعني الوساخه هذه ما يفرق وياه. ما يفرق وياه المفروض لكن مثلا لكن انا اتكلم على الاجراءات. ما يصير كل سنه يصير نفس الغلط. وبعد زين انت حلتهم للتحقيق وسويت شنو الضمان؟ صح. الاليه تحتاج علشان كذي بيوسف يقول اينشتاين نحن ما نكرر العمل الاشياء السيئه ونريد نتائج مختلفه. الله جماعه شنو هنا؟ ام احمد يا هلا ومرحبا. هلا والله حياك الله. شلون ام احمد مقصوصه والله. افا يا ام احمد خير اي والله ما عاش من يغثك يا ام احمد على القوم طلع. ما يصير يا جماعه الخير ما يصير. هذا تعليم هذا بناء وطن هذا هذول يعني ماني عارفه ليش احنا نطيح بالغلط ونقول اي لا اسفين ترى سوري باكر نطيح في نفس ليش بلا زين. ليش المكلف في المطبعه السريه يكلف كل سنه لا تغيره غيره كل شهر؟ هو ترى المطبعة السرية شقالة من زمان. صح. شنو دور أم أحمد؟ أنا ما أعرف شنو دور المطبعة السرية يعني بس تطبع امتحانات؟ شوف عزيزي الاختبار له مقاييس حلو؟ حلو. اللي يحط الاختبار المعلمين يوصلونه حق التوجيه ينقح يزيد يشيل يحط طبعا تحت راية التوجيه العام. ها يعني التوجيه آسف أم أحمد يعني يبطلون الاختبار التوجيه؟ أي شلون عيال يكتبون عليه يعتمد.
عيل هو مو يطبع في المطبعة السرية ويعتمد ويك بمغلفات وأظرف ويروح يتم توزيعها. لا 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 أول شيء التوجيه، أول شيء التوجيه يعتمد أنه هو صحيح بكل ما فيه حتى الأخطاء الإملائية. ماشي أوكي. تالي يروح المطبعة السرية. إيه يعني إيه إذا راح المطبعة السرية خلاص يكون معتمد. هذا كلامنا. رحم الله والديك. إنزين. أنا عندي مطبعة سرية فيها مكلفين صح ولا لا؟ صحيح. ليش يعتبر حق مكتسب حق مايك ولا حق فلان ولا حق فلان ولا حق نور ولا حق ولا حق إنهم يقعدون في المطبعة السرية طول فترة العمل؟ لا. غير شهر شهر شهر، واللي دش شهر أكتوبر ما يدش شهر اللي وراه، واللي وراه ما يدش اللي وراه، واللي دش سنة 2024 ما يدش سنة 2025. أم أحمد كذي راح نحد من يعني الحين أول شيء هو ما يعني ما تم إثبات أن التسريب صار من المطبعة السرية. التسريب من الساعة 6:30 الصبح، يعني كان باقي على الامتحان ساعة ونص. صح. تمام. 6:30 المطبعة السرية منو فيها؟ منو بعد المكلفين؟ والمشكلة مايك الاختبار محلول بعد. محلول. إنزين يعني هذا الأمر يحتاج إنزين. تحقيق، لأن إحنا ما نقدر ما عندنا شيء. أنت غير الخبر إن أنت تسرب، لكن تفاصيل التسريب ما نعرفها. أنا أقول لك إياها تفاصيل التسريب. إيه بس أنت دراج حتى بالأكاونت موجود مع الوزارة. شنو الوزارة أقرت؟ الوزارة أقرت تمام. إيه بس أنا أتكلم التفاصيل. التفاصيل انا الحين عندي مطبعه سريه، مو المفروض المكلفين فيها ما يدشون الا باركود؟ ما اعرف بس يعني ماشي صح. التالي تجديد. التجديد انزين شلون احيل كل الموظفين اللي في المطبعه السريه او يعني اشيلهم عن المطبعه السريه واكون فريق من جديد وانا عقب باكر عندي اختبار؟ زين هذه معاتهم. زين شلون يتم التعامل؟ شلون يتم التعامل مع الآلية كونه صار في تسريب؟ يعني هم بالنهاية. وأنا قاعد أقول لك مدير الشؤون التعليمية يعزل مدير المناطق، مدير المناطق يعزل حق الإدارة، وقف الاختبار، انسحب الاختبار الساعة 8:04. حلو. شلون تقول حق الطلبة يا طلبة لا تروحون ترى بعد ساعتين الاختبار يمكن 10 يمكن 12 ما ندري. قالوا كذي صحيح. إنزين شلون أنت عندك قدرة تطبع خلينا نقول 300,000 نسخة بما أن عدد الطلبة عندك علو أدبي؟ مو في اختبارات احتياط تصير أم أحمد؟ إيه بس مو 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 ماخذين عليها فوتو كوبي، هو اختبار واحد يعني النسخة الأصلية. مبلى. حلو. أنا الحين النسخة الأصلية أعطيتك إياها اليوم في المدارس في نموذج رقم 2 ونموذج رقم 3. وهذه اللي تسربت اثنين وثلاثة ترى مو ماخذين عليهم فوتو كوبي. طيب. انت شلون تقول حق الطالب انا بساعتين بغطي الكويت كلها من الشمال للجنوب؟ هو ايش كثر ياخذ وقت موضوع طباعه الامتحان الواحد؟ انزين شلون تقول بنحط اختبار جديد؟ هذا اي موجه بيحط لك اختبار جديد؟ انت ثلاث نماذج عندك مسربه. وشلون يسرب الاختبار ومدير المنطقه قاعد يقول لك ترى الاختبار رقم واحد مسرب؟ يلا عقب ربع ساعه الساعه 7:15 الاختبار الثاني تسرب، معناته الخلل عندك داخل بالمطبعه. هاي الاختبار الاول والثاني اثنيناتهم متسربين. والثالث بعد يكون بعلمك. إنزين والأمراض آخر هالطلبة متى امتحنوا؟ ما امتحنوا وجلوا. ما امتحنوا طلعوا خلوهم بالشارع رحم الله والديك. أنت مع التأجيل أم أحمد؟ الطلبة الشباب طلعوا من المدارس، البنات خلوهم ثانوية العصماء بنت الحارث بالنزهة. شلون تقولين حق الطالبات قعدوا بالممرات وفتحوا بيبان الأقسام عشان ييكم الهواء البارد والبيبان كلها مسكرة ومقفلة عشان تشييد الكهرباء والماي؟ ما فكرت إن الطالبة هذه سهرانة وجاية تشوف الامتحان وممكن تطيح قشيانة بهالحر وانتي قاعدة بمكتبك حضرة جنابك؟ وبعدها ايش صار؟ تم إلغاء الامتحان والتأجيل. ما هو انت متى الموعد الجديد للامتحان؟ يوم الثلاثة والاثنين، يوم الاثنين آسفة، يوم الاثنين الجاي. الاثنين الجاي نزل الجدول. إنزين تمام أنا معاك. عندك نموذج رقم واحد تسرب ورقم اثنين أنت الساعة 8:04 طلعوا الطلبة من اللجان. أخلي الطالب يروح البيت لأنه ما يصير أقول حق الطالب بعد ساعة بحط لك امتحان. يعني هذا يفترض أنه يكون في خطة طوارئ للتعامل مع مثل هذه الحالات. يلا شو نقطة الطوارئ؟ وتعميمها على كل المسؤولين في كل المدارس، كل النقاط اللي يتم فيها الامتحان. هي الضربة القاضية مايك، هي الضربة القاضية اللي قصمت ظهر البعير. زين إنه مو نموذج واحد تسرب، واحد واثنين وثلاثة.
إذا ما عجبكم إذا ما عجبكم سربت رقم واحد ترى أنا سربت بعد رقم اثنين إذا أنا سربت رقم ثلاثة الخلل منك وفيك من داخل إيه لما تقول إحالة المكلفين إحالة المكلفين وإبعادهم وإقصائهم وتكوين فريق جديد أوكي الفريق الجديد هذا إذا أنا كأم وكمعلمة داخل مكلفة بالفريق لازم تعرف أنا عندي طالب ب 12 ولا ما عندي واضحة واضحة بعد أوضح من كذي ما أقدر أوضح لك إحنا 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 وإذا الاختبار وإذا الاختبار وإذا الاختبار أم أحمد من على من البلكونة على النيل الساعة 4 الفجر أم أحمد خلاص وجهة النظر واضحة والكويت اليوم كلها قاعد تسولف بهذا الموضوع لأن هذا مستقبل لأن هذا مستقبل طبعًا. الطلبة بيروحون الجامعة طبعا وبعدين عندك دور ثاني ما عندك حل ثاني مايك دور ثاني بعد أسبوعين اي هم بالنهايه هم يعني الان صارت هذه الحاله عليهم التعامل معها والخروج بافضل نتيجه يعني الموضوع عند المسؤولين في وزاره التربيه ونشوف شنو الاجراءات اللي بتصير وبعدها شنو التصحيح اللي بيصير على الوضع القائم هل راح نستمر الموضوع على ما هو عليه ولا راح يصير في اليه جديده في اليه وضع الامتحانات وطرق توصيلها الى المدارس وفي حال ليش ايام الكورونا ايام الكورونا تسريب هل شلون راح يتم التعامل يعني أيام هذه امور هم مو احنا اللي ناخذ قرار هم نشوف شنو قراراتهم طبعا بس انت في منطقيا في بالمنطق مايك بالمنطق ما يصير انا اجل لحظه في معلم كويتي معلم لغة عربية بالمرحلة الثانوية منطقة الفروانية قال لهم أنا شام ريحة إن في تسريب هو يشتغل في المطبعة السرية زين وقال لهم في ريحة تسريب اختبارات أنا شاك في الموضوع بس أم أحمد أنت الحين الكلام اللي قاعد تقولينه بالنسبة لي أنت مو مصدر رسمي والكلام اللي قاعد تقولينه هذا كلام قد أنت تكون واصلتك المعلومة لا الريال صريح فاهم بس أمنشنك عليه إيه ما عليه بس بالنهاية إحنا بمؤسسة إعلامية التعامل مع مثل هذه الأمور يستوجب أن تكون الأطراف موجودة إحنا اليوم قاعد نتكلم في طرف غايب فبالتالي كم شهر قاعد أقول لك إذا في طرف يبي أنا مستعد أواجه إيه ما زين ما يهوش نسوي يعني بعد ما نقدر نجبرهم شفت شلون إيه ما نقدر نجبرهم يعني بعدها إحنا متعامل مع هذا أنا قاعد أقول لك هالموضوع بعدين لازم يصير فيه يا أخي هذا مستقبل بلد هذا مستقبل ناس مستقبل طلبة مستقبل ناس معلمين قاعد يكرفون طول السنة لا حد يقول لي في أحد يكرف مثل المعلم والطبيب غيره ما حد يكرف الديرة لا ما يجوز كل في لا وايد لا أنا أقول لك لا أنا أقول لك لا 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 رحم الله والديك سوء الإدارة نحن نحتاج إلى قيادي مو مدير قيادي المدير يفرق عن القيادي الله يصلح الحال مشكورة يا أم أحمد قواك الله التربية نزلت في أكاونت الرسمي الجدول المعدل حق الاختبارات بالنسبة للقسم الأدبي باكر راحة الأربعاء الفلسفة الخميس اللغة الإنجليزية الأحد الجاي قضايا البيئة والتنمية المعاصرة الأثنين الجاي اللي اليوم المؤجر راح يكون التربية الإسلامية الثلاثة الجاي الإحصاء هذا ما يخص الأدبي أما العلمي الباكر ثلاثة راحة الأربعاء أحياء الخميس اللغة الإنجليزية الأحد الجاي الكيمياء الأثنين الجاي التربية الإسلامية أنا أحب أصدق الفلسفة ودي والله يعني مادة الفلسفة يعني صوبي اي الله اي والله اي انا سمي فيلسوف مبيني فهد فيلسوف الفاء من الفلسفة والهاء من اللي هبد الدنيا والدال دايم يا حبيب العيد خلونا نطريها شوي اليوم 3/6 يوم البيض العالمي اليوم لا والله الله ريوغي لا في اشياء مشتركة البيض بس في احد ما يحب البيض ما تبي بيض دش بالكيك ودش بكل شيء لا الشكشوكة بيض طماط ترى هذا يعني أفخر الأنواع كليت بيضتي ولا ما كليت بيضتي شلون بنتي اللي أنا سويها يعني اللي هي شلون بصل
فلفل علوم اكيد بصل. لا في الاصوات يعني طلعت زين. لا فلفل علوم وبصل وطماط وزبده وزيت زيتون وحوسه كذي لمده هذا خفقان الله. ها البيض المخفوق دقيقتين لا تطول ها اوكي شفت بول عبريجك ميديوم ول وتعال علي تحب انت الستيك بالبيض بالبيض وتعال لي انا اجود من يسوي بيض في تشاكويت صدق والله اجود من يسوي بيض نادر. لا ما ما احسن عليكم بيض من عجلون من عجلون لا 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 هذا 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 بيضتك لا يبا هاي بيضة سودة مو بيضة سودة مو سودة هذه اي بيضة سودة بيضة سودة يا جماعة احنا قاعدين نسولف وعندنا بالشاشة حاطين بيض مفيوح صورة البيض هذا صدق والله في بيضة سوداء والله كنا جوجي هذه ما ادري انت ايش قاعد تسوي غملوش ايش قاعد تحط ايش قاعد تحط هذه قرنية شنو هذه عين هذه عين كنا قرنية هذه ها؟ ها؟ البيض الاسود في في معلومة انت تقرا الاعداد انا ما اقرا الاعداد لا اقرا اقرا في الريال تعبان انت بنقرا الاعداد كلها عشان اطلع لا لا كافي المفروض من المعد يحط لنا خط حاط لك هايلايت هايلايت حاط لك بالاحمر يقول من الولد من انولد قبل البيض والدجاجه طال انت الحين عينك ما طاحت الا على هالمعلومه زين شوف انا بيضي اقوى شنو انا اجيب بطاطس صغيره اقطعهم بدينا بالتاليف والله العظيم والله صدق والله صح بصل صح انيون وتوميتو لا لا سالفه عادي لا والله ما اعرف بالعربي بس بيض البطاط بس خله اه لا تحط طماط وبصل حط بس البصل لا لازم هذا كرش هباني تقول حط بصل لا البصل مع الفلفل العلوب بيض البطاط وحط بعد قشطه جبن قلاص هاي بيتزا صارت كابتن اوف عليك هذه صارت بيتزا بس تاكلها الصبح ثاني يوم يلا تاكل ثقيله شوي لا هذه بس اعطيها هذه الرشه اخر شيء هذه اللي كذي هذه كزبره كزبره ازينها بالكزبره في ناس تحط كاتشب بل 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 اي والله بيض وكتب اي والله في ناس لا 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 لا, لا بيض انا قاعد اقول لك انماط الناس لا لا لا. انا احب البيض مع البسطرمه مع الشبنت برافو والله برافو يعطي فليفر اي صح ترى البيض فيه انواع وايد يعني البيض فيه انواع وايد سمعتوا عن بيضه القرن هاي اللي حطوها السوداء هاي يسمونها بيضه القرن اي يقول لك هو بيض متعفن لكنه مو متعفن اللهم صل على محمد هي اكله صينيه هو وين يجيك العذاب العذاب يجيك كله من هناك بيض معفن ياكلون خفاش يسبون جراد هذا حطها مره ثانيه غرغرينه وباء المهم اسمع يقول لك هذه اكله قرنية. اكله صينيه عريقه وذربه ياكلونها النخبويين اي ويقول لك تستخدم في المناسبات الخاصة عشان ما انعزمت هو بيض يا دياي يا بط بعد؟ بط؟ ما شفت بيض البط زين يا رجل فيقول لك يعني يتم تحضيره بطريقة غريبة لما يكون لونه أسود ويتم تغطية البيض الني بغلاف من الأملاح وقشور العيش أملاح معدنية يخلونه لمدة 10 أيام في فصل الصيف لما يسود سود الله وجه هذا اللي يسوي كذي ويكون شكله كذي صار له مثل قرن لانه قاعد ما متخمر بهالحراره هذا انت يطلع لك قرن عقب ما تاكله يعني فالله يزيد النعمه هذا البيض اللي ياكلونه الصينيين البيض الاسود شكلك قاعد تتنزع عن البيض الاسود انت تنمر لا 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 تنمر شوف احلى ورده سوداء احلى بيض بيض الاسود ترى والله ابديتنا بالمعلومه خلاص ما هو قاعد يقولون يعني عشان شفتوها سوداء قاعد زين ليش ما تلبس عبايه وتي عبايه سوداء لا شوف انا شوف عندك البيض النعامة شو نعامة طير كبير بيض النعام ما يطير بيض النعام بيض النعام الف زين بيض الخعفق هذا يختلف اختلاف عن فرخ الخعفق انت ليش حق بيض الخعفق عبالك نفس فرخل لا صراحه احنا لما تقعد من نومك تاكل بيض الخعفق والله وايد اصرف لك من بيض الخعفق معروفه هذه ما كنت مستحيل راح ادوم باكل بيض الخعفق تروح دوامك وانت باكل خعفق يقول هذاك السوداني اللي دش علينا هسه ما عليك هذه شركه بيض خعفقي لا بس لا صدق الحين اذا بتجي المارينا او اذا متريق بيض الخعفق غير لما تطلع من المارينا وتروح تتغدى خبر خل معروفه هذه اصلا وايد تفرق وياك تفرق هذه يا جماعه انت لو حطيت يعني اي لو حطيت التمون الطابي انت ولا التمون المقلى اي وحطيت البيض وبعدين قطيتها فوق وقلبت اي والله لا
صدق هذه حالات تسوي بيض بسبانيا نفس الدقة وانت لابس هذا المريول مال المطبخ هذه وتقول حبتني اغنية سيمون الديوانية انا ربي بلاني فيك بلوى ايه عشقتك والعشق بلوى ايه اكبر مصيبه ابو كميل ايه قول لي شوف انا البارحه قلت لكم انا جيت المارينا ورجعت البيت باستخدام تطبيق اسمه كريم الله هو تطبيق يوصلك اي مكان باي زمان وامورك طيبه طبعا هو عنده أكثر وقت تقديري للوصول من بين جميع تطبيقات طلب ركوب السيارات واستقلالها في التنقل أي. طبعا خلال وقت بسيط جدا أقل من دقيقة ممكن تحصل لك سيارة بالكثير دقيقتين ثلاث فهذا الأمر يعطي كريم أفضلية على طبعًا. بقية التطبيقات كريم عنده أربع أنواع من السيارات ما شاء الله. عنده التاكسي اللي هو تاكسي الشوارع العادية وعنده الكومفورت اللي هي السيارات المريحة اللي شوية فيها بحبوحة فيها مساحة وعنده الكومفورت بلس اللي هو سيارات الدفع الرباعي الجيبات عشان المزيد من المساحة إذا بتنتقل وياك أغراض وياك عفش وياك أيا كان وتروح المطار وياك جناط فهذا الكومفورت بلس هو الأوبشن اللي ممكن تختاره إذا أنت تستخدم تطبيق كريم وعندهم تاكسي سيلكت الجديدة طبعا هذه تاكسي سيلكت ميزة حطوها حق الناس اللي يبون ياخذون رحلات للتنقل عبر أبليكيشن كريم بأسعار معقولة ومضمونة بأفضل تجربة لأن السيارات اللي موجودة 2022 وما فوق يعني موديل 2022 2023 2024 حلو والكابتن اللي هو قائد المركبة تقييمه 4.8 out of 5 يعني 4.8 من 5 بناء السايق بعد بناء على تقييم الناس تقييم الناس زين تقييم الناس يعني هذه ميزة ويوفر لك التنقل مع شخص كفاءة من حيث السلامة عندهم هم التراكينج رايد اللي هو ميزة تتبع الرحلات وميزة مشاركة تتبع الرحلات وتفاصيل جميع السائقين سائقي المركبات الكابتنز الموجودين وأيضا عندهم خدمة دعم العملاء 24 ساعة طبعا بكريم لما تستخدمونه وطبعا الناس تعرف أن عندهم أكثر من ميزة للدفع عندهم الدفع النقدي الكاش صح. أو بطاقة الائتمان أو جميل. أبل باي أوكي. فعندهم ثلاث أكثر وسيلة دفع أي ثلاث يعني نقاط عفوا الدفع اللي هي الكاش وبطاقة الائتمان الكريدت أو الـ أبل باي أبل باي أيضا عندهم عروض 20% مع البنوك مثل الأمبيكي الكي آي بي الكي أف أتش بوبيان غالف بانك وأيضا مستخدمي بطاقات الماستر كارد وأيضا عروض من وإلى مركز سلطان 20% خصم أمس أنا تقضيت أمس استخدمت كريم وين رحت؟ جد خليته يوديني مركز سلطان يعني سلطان سنتر اي خذاني من صباح السالم اي وفي مركز سلطان جديد فاتح في مشرف قلت له ودني ونطرني ايه خذيت أغراضي خاصم 20% ولأني المستخدم أول مرة أستخدم كريم استخدمت في التطبيق الكود اللي هم حاطينه اللي بعشوي بنقوله يعني غير 20% مال خاصم مركز سلطان خذيت هم اللي أول مرة أستخدم كريم 70% يعني أنت رحت يعني بطيلة رايح راد محفول مكفول الكود اللي هو تعرفه MSM 70 MSM 70 أملوش شفيك إيه؟ طبعا هذه هذا الكود يعطيك خصم 70% على رحلتك الأولى مع كريم ال 20% هذه بأي وقت بتروح وبترجع من سلطان عندك 20% أيضا البنوك مثل ما قلنا MBK KIB KFH بوبيان وغالف بانك عندهم أيضا عروض اللي هو 20% خصم أيضا يعني الميزة اللي حكينا فيها البارحة أن أيضا أمس أنت قلت أخوك اللي بغى يروح صح دوامة ولا دوامة اجتماعات ما في مصافط مريحك يختصر لك هذه الأمور وعوار الرأس يوديك ليه مكانك تنزل وأمورك طيبة لا بغيت ترجع طلب خلال أقل من ثلاث دقائق دقيقتين هو عندك هذا اللي قلته أمس هذا الأهم
ما يعني يا دوب تتصل او بالابلكيشن تطلب على طول دقيقتين ثلاثة هو عند باب بيتك او الموقع انت طالب منه قريب. نعم. وثانيا انت مرات تبي تروح مثلا باجتماع من دوامك بتروح مكان ثاني وياك الزميل. صح. فانت وزميلك تقدرون حتى تعدون حق الاجتماع وانتم رايحين يميع بالدرب. إيه بدون ما كل واحد يروح بسيارته. أيوة. سيارة واحدة يقطكم من غير ما تنطر وتعبل بموقف تنطر وتفتر وتدور مكان. أيوة. حتى اذا ما في باركينج يوسف ينزل امورك طيبة. اليهال المدارس اذا انت يعني ايضا تقدر يعني تودي عيالك المدارس وتضبط وياهم ايضا ديل اذا انت عندك اكثر من روحه ورده خلال الاسبوع تقدر تشوف هذا انت ضبط هذا النظام هذا تشوف الخريطه مالت عيالك ان كان وصل بالسلامه ولا رد بالسلامه تواصلك مع الكابتن اللي هو قائد السياره يعني امن وامان مع كريم بشكل جميل على وي سفرت الحين تبي تروح المطار درب المطار هذا دائما هم من يوديني من شغله الناس شغله الامور هذه كلها كريم ما راح يقصر معك صدق لما تركب يا كريم يكون درب السنع والعداله كريم مو بس للحريم على فكره اي والله للجميع طبعا جربوا الكود الجديد للخصم 70% لاول مره يعني اللي ما استخدم كريم من قبل ينزل الابلكيشن ويحط الكود اللي موجود اسفل الشاشه MSM70 هذا الكود تحصل على خصم 70% على رحلتك الأولى مع كريم والله كريم أعتقد يبي له كريم ها يبي له كريم والله يبي له أيوه كريم ثلاثتنا أيوه ناخذ الكومفورت بلس أي نعم ترى نحبه قاعد ورا وندقدق تليفونات كاشفين على الربع وترى يا أخوي أنت لا سافرت في بعض الناس تأجر سيارات وفي ناس تستخدم التكاسي يا أخي استخدم الكريم مواتر نظيفة قائد مركبة مرتب عارف شغله وشغله مرتب سيارات جديدة نعم بلا تدور مصافط ما مصافط توصل مكانك وانت اللي راد وعروضهم تبارك الرحمن كريم بالماي لا وهم وايد يعني متفهمين طبيعة المجتمع يعني موضوع انك انت تبي سيارة احنا مستعيلين دائما اي تقول تحتنا نار تطبخ حيدرك ويمك على طول على طول ما يتعب طيب اقل من 3 دقائق سيارة عندك ويوسف انا قاعد استشف تمس ان في بعض الناس يعني عندنا ان شاء الله نسبه الطلاق وايد زادت بالكويت عندنا يا اخي لا وين ها وين ما اسمك عندك احصائيه انت يعني عندي احصائيه وش تقول 1008 شنو زين لسنه 2022 فانا بس احنا 24 استاذ صايفه قديمه لا هو 1008 النسبه هي بس 22 انت قلت مو ضد النسبه لا 24 اها اخر 23 2023 ممتاز قاعد يقولها 2023 كانت نسبة طلاق 1008 حلو فأنا قاعد أقول يا جماعة يعني نصيحة حق المتزوجين أو من اللي بينصح الحين أنا بنصح تفضل جماعة والله أنا متزوج الحين صار لي سنة 90 يعني نعم ما شاء الله 2010 تف 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 2024 كم صار لي الحين؟ ما ادري 24 سنة انت رايح سالفة اذا مو انت رايح سالفة اي يا اخي الكلمة الطيبة ابو طلال دائما تطري فيها فمك اشوف شلون الملافظ يعني ملافظك يعني مثلا هي مثلا 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 تقول لك هي لا تجيب طاري امي امي احسن من امك مثلا يصير بين الزوجين والله هاي سالفة امي اسمعني عادي اسمعني عادي شو تقول ربعي اقوى من ربعك ولها امي فريجنا اقوى ابوي اقوى من ابوك اي تصير ترى على معجون اسنان يطلقون شو تقول لها انت؟ والله ما انصحها والله شو تقول لها؟ شو تقول لها؟ قول لها امي جابتني حق الدنيا ايه لكن امك جابت الدنيا لي ترى تحرجها والله العظيم لا تعصب ترى شوف الانتصار ساعات يكون بطعم الخساره لما انت تصارخ وتطق وما شنو لا 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 ترى انت مو منتصر كذي انا اطلق ولا اقول هالكلمه اسمعني لا لا انا قاعد اقول لها انا بنام على اليمين لان قلب تصوبي يا حبيب كذي والله العظيم طر لسانك طر لسانك لما تجي تشوفها معصبه حط لها ما يهزك ريحه مركب هوانها ولما انت قاعد تشتغل بالخرده ليه؟ انت شغال بالخرده ليه؟ والله العظيم والله يعني انت الحين مثلا يا جماعه نصيحه فهد جميل اذا زعلت منك حط لها ما يهزك ريح يا مركب هوانا وامورك طيبه لا انا قصدي ان الكلام الحلو هذا يطلع ما تقول الكلام الحلو حق شخص ثاني ليش تدق عرفت عشان تكون في يعني موده ورحمه وتصالح وتصافي انت بس انت ليش قاعد تتكلم كذي؟ انا قاعد اتكلم كذي لان يعني من حر انا بس حر انا 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 شو ملاك انت يعني مثلا ملاك سجون الحين انا مثلا الحين
هاتيك الله عطاك ساعة ولا جنطة 3-4 آلاف أمورك طيبة. لا في بعض الحريم ما يرضون والله العظيم تصدق في بعض النساء ما ادري نقول لهم نساء ما ادري هم يزعلون ساعات نقول حرمه ونساء نساء المهم بناتنا وغوادنا لما تزعلها تجيب لها هديه ما ترضى انت والله العظيم انت الحين قاعد تسولف عن زوجتك عن بناتنا وخواتنا لا لا قاعد اتكلم بشكل بشكل عام ابو يوسف يعني قصدي انا الحين يقول لك لا تصير ريال ثلاث اشياء ايه بالبحر ايه ما تصير ريال قال ابو محمد جزاك الله خير بالشارع اخاف من كذي ما ابي بالشارع لا تصير ريال مو قادر ومع زوجتك لا تصير ريال عرفت؟ لا هذا لا لا هذه هذه بروحك مع نفسك هذه صدق هذا نتحفظ عليه شفتوا انتم شلون رحتوا؟ لا 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 مو قصدي مو قصدي لا 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 شنو قصدك؟ قصدي انه لا تكفخ بنت العالم وتطق على ابنك ريال هذا الرجوله يعني انت مفهوم الرجوله عشان اكرهك كذي شنو؟ انت ايش فيك؟ هذا هذا وكلوه وكلوه ايش فيك؟ وكلوه 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 شايف شيء انت جاي لك ايش فيك؟ والله قبل لا تكمل يوسف تكفى بس اسمح لي ان يعني نحيي رجال الاطفاء اللي قاعد يطفون حرائق في السالمي اعتقد تعتقد؟ اي السالمي اللي يقومون بدورهم واجبهم بهال الجو هذا شايف له لوكيشن معين في شيء صاير سوينا لا 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 دازين بنوب يا جماعه حرب دازين ان والله يعني شيء شيء الله يعينه لا هو اي عاد الله يعين لا هو الجو هالايام يعطينا نبذه بسيطه عن الدياي اللي يفتر بالشوايه اي أيوة والله والله صح لما تطلع برا شنو لاهوب اي والله لا يشق الويل وترى قلنا في البدايه والسعدون قال مع الارصاد اي قال 65 هالسنه مشكور معاذ اللي دز لي الخبر قال هالسنه احر من السنه اللي طافت لما تقول احنا شنو الجديد ما من جديد بس كل سنه عن سنه يعني العام زود. كانت 20 والسنه صارت لا يعني 65 واصلين أدري واصلين 65 ترى العام صار 65 كامري بس كامري. مو بشهر 5 مو بشهر يعني احنا زحف الفصول الحين الحين شوف يوسف من ساعة لما قلت انا السعدون يقول كذي وهذا ما قال شيء لما دز له معاذ يقول السعدون كذي يقول مشكور معاذ يعني انا اللي كلام اللي قلته ما يعني ما تضرب هذا يعني. هذا الغيره ما كلش ما توزن قربنا الغيره يقول لي ايه رايك على الطاري وين من التوبة سعطنا يا شبك قلبي على الطاري ايه كاها اللي قاعد يقول عنه سكراب السالم الحين في حريق هناك الله طالع تكفى ايه هذا هو لا هو ايه شكرا عزيز ليزر شكرا عزيز ليزر ابو فهد قوة الو شفت المصري لما يقول سيبوه 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 قال متسول ايه انت قلت ثلاثة الاولى شنو والثانية شنو الثالثة هي شنو الثالثة قدام زوجتك لا تصير ريال قال لك خمسة يقول لك خمسة لحظة والله يا جماعة على فكرة ترى حاجيك احنا بس نتكلم شي في النظر لكن في البيت يعني لحظة انت قول لي من اي تاريخ بديت بالموضوع احنا ترى ميوت عمدا يعني بس عشان تكون بالصورة ما نحب نشارك بهالحوارات من اول يوم ثاني يوم قول لي احنا يعني ربع وناس بعض اي نعم من متى انت سلمت الموضوع ان لا تصير ريال بالشارع وبالبحر وعند زوجتك لا الثالثه ابي الثالثه بس تفرق عنك الثالثه لما طفت الخمسين احلف وانا صدق يعني مو بالثلاثين بالعشرين لا حبيبي ابو فهد قواك الله هلا بالحبيب هلا بالحبيب بس سويت لنا سالفه اي والله بس انا سامع الكافه احلى سوالف تعال اسمعوا يثثون من الصين سامعين شيء عن التأثيث من الصين ريال بأثث انا نعم تأثيث ايه انا واحد من ربع بيته كله من الصين يقول لك خذ كونتينرين اي بس انا حاتي المقاسات فانا ايش قالوا لي قال اخذ ويا يولا ناس يركبون يا رجل الاثاث ترى عندنا سوق الصين هنا لا لا ابو كامل غير اللي يكون عندك هنا تروح هناك المصانع دورات المياه عزكم الله الارضيات كبتات بالبرغي كل شيء يوصل اي بس انت الحين بتجيب حمام من الصين تخيل مو انا الناس قاعد تسوي كذي ارضياتهم بيتهم كله من استغفر الله يقول يعني استغفر الله بس يعني شنو العلاقة هذا الموضوع ليش لا يعني قصدي هني بالشويخ هذول المحلات اللي في ناس عندهم فهد في ناس عندهم اثاث بيتك كله على بعضه انت حد لي قصدك يعني باقج كامل 20,000 باقج يا شين باقج مالك 20
تجيبهم محفول مكفول من الصين كله على بعضه اقل من نص السعر يقول إيه يفرق يفرق اي اقل من نص السعر بس على لاني ما يعني انا كله من ايطالي ما ادري ما اعرف يعني ابي كله ايطالي انت شفت انت الجلحه اللي قاعد عليها انا ملفك عندي فلا قاعد تقول لي ايطاليا ما ايطاليا الله يرحم والديك لا أيوة. بس لا تجربة تقول عندك أحد من الناس بيتك إذا دخلت لازم تكون مأمن على نفسك عادي ينكسر فيك كرسي لا بطلال قاعد يبني بيأثث الحين يبي يقول حق الناس أني بأثث فيبي أحد يقول له عرفت قصدي هو صح وكل من يرى الناس بعين طبعا تبيني أقول لك شلون بنيت بيتك أنا ما بطل ملف تبيني أقول لك شلون بنيت بيتك لا ما له داعي ترى هذا خصوصية أنا سمعت وشفت شوف عيني أنا خصوصية لا هي التجربة جدوى التجربة يعني بس باقي يشيل كيس قرقيعة معلومة عندي بس تقول عندك أحد بالي أثث من إلى من الصين سلم بابا نادر يا الله خوش خوش سلم 5000 ترى ما أعرف هالظروف أنا والله ترى لا تلومه والله لا هي مو قصة لي أنا بس أنا قاعد أشوف الناس هابب هالشغلة هذه من زمان بطلع هابين فيها إيه بس جودتها ايه في تدري في باب بالصين قيمته تقريبا 200 وشوي هني ينباع 3000 باب كل شيء فيه كاميرات كل شيء فيه كل شيء مجهز والله جد ايه بس اذا احد ما يعجبك تطلع منه ايده تصك كف حط قطراق وجي تحط فيه لسته ابو كميل فهد كميل عبد الرحمن تحطهم يعني هذا لا دش اصطره شوف لون صاحبك اللي اثث هذا مع اي مكتب وتعاقد ولا لا راح ثلاث اسابيع قاعد هناك يفتر هو حرمه لازم تسافر مع حرمك تسافر هناك وتشوف انت بعينك اول سوق كبير كبر في نطيس سوق عود والله العظيم تجيب لنا اشياء وايد اي والله اي بالصين كبر في نطيس لا مو الصين السوق نفسه كبر في نطيس تقريبا تشتري اللي تبي انا نشيت عن الصين انت ساكن وين ساكن باي منطقه انا انغازو انغازو غوانزو غوانزو يعني غوانزو غوانزو انغازو وايطاليا شلون ايطاليا اللي مثلت في ايطاليا تقول والله يا جماعه يعني انا اقول الدكتور اسماعيل الجزاف خوش موضوع الحين عندنا موضوع والله خوش موضوع شوف قبل وانت راح تكون على الطاوله ما ادري اذا تتيزيك هالطاوله ولا لا قبل بس بتكلم عن الدكتور قبل لا تقول عن الدكتور بقول سالفه عن الدكتور اي هذا يقول دكتور نادوه وراح يسوي عمليه زين فالابو شاف ابو المريض كان يقول له انت ايش فيك وقاعد يصارخ عليه قال ان شاء الله يستر خير ما رد عليه الدكتور ده سوى العمليه بعد ساعتين طلع جاي يقول له بعمليه ولدك نجحت جاي يقول ايش في هذا الدكتور شايف نفسه جاي يروح حق السيستر كان يقول له سيستر هذا ايش فيك كذي شايف نفسه دكتوركم ما يعطي وجه هذا كان يقول هذا ولده اليوم توفاه الله وجاي يسوي عمليه حق ولدك وبيروح الحين يدفنه من الصعب من السهل تكون انسان لكن من الصعب ان تكون رجل مهنة الدكتور ترى مهنة كبيرة يوسف تفهمت؟ أنا ساكت والله أنا قاعد أسمع يعني أنت الحين لحظة هذه في من وراها شيء ليش تضحك؟ لا أنت يا هاي كليلة ودمنا وياينا والله يا هاي أنت قاعد قصص تجيني قاعد أشوف سالي والله والله حكيات على مين سالي قمته ضقت خلق أنسى منشن هذه نحيسة زين شلونة يا أحلى وردة راح نتكلم مع الدكتور إسماعيل الجزاف إن شاء الله بعد شوي عن يعني موضوع أبر التخسيس صح وراح نتكلم أيضا مع جهاز يعني موجود عندنا بالكويت اسمه لينكس راح نتكلم عن هذا اللينكس شنو هو شنو وظيفته وبشنو يساعد المحتاجين أو المرضى اللي يحتاجونه خاصة بال يعني مثلي ومثلك يعني المرض الكويتي الأشهر الارتجاع بالمريء ايه لا لا ما في ما في واحد يمكن بالكويت ما في قول الاستفراغ أحلى لا لا انت وايد فاهم غلط انت وايد اي والله لا لا يعني احنا نسوي تصويت بما ان احنا لجنه ثلاثيه ورباعيه مع المعدين نسوي تصويت يبقى ولا يرحل خلينا نشوف تسوي له بس لا نسرحه والدكتور اجري عليه عمليه يعني ادفار تجارب نسوي اهداء لك هبت هالوقت التكميم وأبر التخسيس ومشاريب بديلة للتكميم وكلها لها أثار جانبية متعبة عن هذا الموضوع عن السمنة والتخسيس وأمراض الجهاز الهضمي راح نتكلم اليوم مع الدكتور إسماعيل الجزاف
الساعة 2:05 في استديو إذاعة وتلفزيون المارينا. نرحب بضيفنا الدكتور إسماعيل الجزاف، استشاري جراحة عامة وعمليات السمنة والمناظير وعلاجات حالات الارتجاع وإصلاح الافتاقات المتعددة. مساك الله بالخير دكتور. مساك الله بالنور، هلا أخوي مايك، يعطيك ألف عافية. يعافيك سلمك. ساعة المباركة يا العرباوي. ساعتك أبرك أخوي طلال. ساعة المباركة شرفنا ومنورنا. الله يحفظكم الله يسلمكم. الحين الهبة الجديدة، العمليات مو الهبة الجديدة، هي هبة قديمة سالفة التكميم والأمور هذه كلها، لكن الهبة الجديدة سالفة هالأوبر، تعددت المسميات والنتيجة واحدة. قصة الأوبر مدى جدوتها، خلاص أنا ما أسوي تكميم ألجأ إلى الأوبر ولا حالات عن حالات تفرق؟ شوف هو أي شيء، لاحظ أي شيء تبي تسوي فيه هبة تكلم عن السمنة، صح. أبي أنزل وزنك تكلم عن دايت معين، صح. بديل الشيء الفلاني. الحين إحنا كالسمنة الحلو فيها إنه هو مرض له أكثر من طريقة لعلاجه. دكتور بس انت تسولف طالع الاخ مساك الله بالخير دكتور، كيف حالك؟ هلا 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 ابو كميل، هلا والله. لا سمبتيك مو سمبتيك. إيه بشار الجزاف يصير لك ولا بعيد؟ لا لا بعيد بعيد. قلت انت وايد احلى هذا قفله تقول كعب حصان. اسلم دكتور. زين مثل ما قلت الحين موضوع الابر هبه، مشكلتنا احنا في الطب الهبات، لما تصير هبة تلقى يجرب ويقول دائما word of mouth، يعني فلان جرب علنتان جرب انا لازم اجربه أو راح أحصل نفس النتيجة. هذه الإبر هي أصلاً وظيفتها بلشت أساساً لعلاج السكر، كل الأدوية ما لها شغل في موضوع التخسيس، سكسندا، فكتوزا، أوزمبك، منجارو، ويغوفي، قبلها كان في أدوية ثانية، ترولستي، كلهم كانت لعلاج السكر، صح. مع أدوية السكر لاحظوا أن المرضى قام ينزل وزنهم. زين هذه الأدوية لها إنديكيشن خاص، صح. أنا دائما أقول لهم لا تروح تجرب أي شيء. زين أنت ليش تأخذ أوزمبك؟ ليش ما تأخذ منجارو؟ برافو عليك. ليش تأخذ ما تأخذ سكسندا؟ ليش ما تأخذ فيكتوزا؟ ليش تبي تقلب؟ لا، وشنو المشكلة بعد؟ خذ أوزمبك قطع سوق، راح طق له منجارو خلص، راح على السكسندا راح، فصار في على قولتهم تشكيلة وايد. زين أقول لهم أنت لما قبل تأخذ، طبعا عقب ما يأخذ هذا تلقى يمرك العيادة، دكتور انا صار معي كذي عقب ما اخذ. عقب شنو الاثار الجانبيه دكتور؟ هذا مهم عشان تفهم انت شنو الاثار الجانبيه. انت عارف شنو قاعد اسوي لك؟ يقول دكتور انا قاعد عندي لوعه ترجيع، ما اقدر اكل ما اقدر اشرب، دكتور الكليه ضربت عندي. زين ترى هي وظيفه كل الادويه ما لها علاقه في زياده الحرق، ما راح يزيد حرقك، ترى هي شيء واحد راح يزيد حرقك، تلعب رياضه، والرياضه المقاومه مو رياضه المشي، مو تقول انا مشيت 10000 خطوه، حتى 10000 خطوه ما تعتبر رياضه المقاومه. فالشيء الوحيد اللي بيزيد حرقك هي الرياضه. الحين كادويه هذه وظيفتها انه راح تصك شهيتك، فبالتالي راح يقل الاكل، وهم الاكل اللي انت راح تاكله راح يظل فتره اطول، اللي احنا نسميه مثل يقولك شلل معده. شلل المعده مو هي الدواء يسوي شلل المعده، ليش؟ لانه هو قاعد يخلي الاكل يقعد فتره اطول، فبالتالي انت تشبع. شلل المعده شنو تقصد فيه؟ هو اللي نسميه احنا جاستوبريز، يعني المعده ما تشتغل بالكفاءه المتعوده عليها قبل، فالمعده اذا ما تفرز الاكل بطريقه طبيعيه فايش يصير بالاكل؟ راح يقعد، فبالتالي انت تشبع اسرع. فعشان شيء تقول لك انا انقثيت. زين لما اقول لهم تعرفون شلون السايد افكت؟ اي سمعنا شويه تكرم لو على ترجيع او سهال وساك، لا في اشياء ثانيه وايد اكثر من كذي. انا اقول السؤال الاهم، هل تدري ان هذا الدواء يفيدك ولا لا؟ انت يفيدك ولا لا؟ ترى انا ما عندي مثلا عمليات ولا ادويه ولا بالونه ولا حلقه ولا الحين اللي قاعد نسويها هي اللي نسميها ربط المعده من داخل او خياطه المعده من داخل. ترى كل واحد لها انديكيشنز. وايد من الناس يقول لك انا ودي اجرب، ودي ابلش في هالشيء. ترى بعض الاحيان لعلاج السمنه انت ما تبلش في الدواء، انت لازم تروح دايركت حق عمليه، لا او انت ما ينفعك عمليه اصلا، انت في عندك مشاكل معينه يحتاج تتضبط منها، الادويه راح تفيدك 9 أضعاف. مع الكلام الحين الآخر الأدوية اللي وصلنا هل أوزمبك أو المنجارو، من 7 إلى 8 أضعاف احتمال إصابة التهاب بنكرياس، من 6 إلى 7 مرات احتمال حصول الحصوات، نسميها إحنا من الحصوات الكلى، أنت عرضة أكثر فيك حصوات الكلى، جفاف الكلى ما يؤدي إلا ضعف في الكلى. الشيء الثاني اللي ما في اهتمام فيه ضعف في المصل ماس، يعني انت قاعد تضعف فات بس ترى في برسنتج كبير من اللي انت قاعد تضعفه جزء منه العضلات. عن شيء انت بعد فتره راح تشوف ان عضلتك ضعيفه، راح تشوف ان انت ما عندك انت ضعفان بس الباور ما في. فهذيله كلهم انت لما تيجي تراجع عليه وتساله وتقول له انت قاعد تاكل ايش كثر باليوم بالمنجارو؟ يا دكتور انا لما اخذ المنجارو ما قاعد ايوع، فتلقاني وجبه واحده في اليوم. زي ما ايش كثر تشرب؟ لا قاعد اشرب يمكن اقل من لتر. هذا ما يمشي، انت على ايش كثر راح تاخذه؟ شيء ثالث قلت له انت المفروض ايش كثر تاخذ المنجارو؟ يقول لا دكتور 4 أشهر 3 أشهر ووقفه.
كل الأدوية هذه من توقفها ما يقارب 90 إلى 95% من وزنك راح يرجع، لأن هي قارنها مثل دواء السكر. الحين المريض اللي فيه سكر بس ما تقدر توصل أن يكون عندك لايف ستايل خلاص تعودت عليك نور. الكومبينيشن دائما لازم يكون موجود. الحين أتقول يا اللايف الحين دايت، موضوع الدايت الناس فاهمته غلط. أنا ما أبيك دايت فترة وتروح، it's a lifestyle change. دايت جزء مهم فيه، الرياضة وايد جزء مهم. مشكلتنا إعطاء الوقت المناسب لهذا الرياضة ما في. الكل مشغول، كل عنده عقلت التزامات ثانية وايد تكون مثلا أهم من الرياضة. في وايد أوقات تقدر تسوي فيها الرياضة، مو شرط تكون بالجيم، في البيت، طلعتك، حتى بطلعتك بالمجمعات تقدر تسوي فيها رياضة. اللايف ستايل هذا جدا مهم أن أنت تدمجه مع المنجارو أو الأدوية هذه. زين، حتى لو أقول لك حتى ترى مع اللايف ستايل مشكلتنا كل الدراسات اللي سووها مدتها سرى سنة، خذوا المنجارو للأوزنبك، من وقفوا المنجارو 90% من الوزن يرجع. يعني لو أنت واحد قطلة مثلا ما قاطعك قطلة 10 كيلوات، نقول فرضا 10 كيلوات 9 كيلو يرجع، يعني كأنك ما سويت شيء. زين إيش كثر مدة استخدام ما لها مدة long life؟ أنا اللي سمعت يقولك طول العمر. ايه يعني الاوبر هذه تحديد الاوبر اذا خذيتها خلاص صارت يعني سلوك حياه معك مع اللايف ستايل تفضل فيه مهند، تستمر معك ما راح توقف. وبالنسبه لمرضى السكر اللي ياخذونها سلونج لايف انت مو احنا قلنا هي بلشت في مرض السكر صح، واللي شافوا اللي عندهم سمنه مع السكر وزنهم بلش ينزل، فقام يقارنون زين واحد ما عنده سكر وعنده سمنه بلش وياه في دروب قوي قاعد يصير وياهم، من توقف رجوع الوزن وايد عالي. عشان كذي اللي يوصل مرحلة السمنة المفرطة سميها الكتلة ما أكثر من 40، يعني قاعد تكلم أنت عنده ما يقارب 45 إلى 50 كيلو زايد، أدوية هذه راح تفيده. أوفر ويت هذا مو أوفر ويت، الأوفر ويت هي مو سمنة تعتبر، إحنا نسميها عنده 10-15 هذا كيلو زايد، بس توصل سمنة مفرطة أنت بقال 50 كيلو زيادة 60 كيلو زايد، هذا أدوية ما راح تفيدك. حتى لو تأخذ دكتور اسماعيل، انا في فكره ثانيه، البعض ما قاعد ياخذها من ناحيه جماليه لتحسين شكل القوام او الجسم، البعض قاعد ياخذها علاجيه، يشتكون من الام في الظهر مثلا بسبب السمنه، السكر على سبيل المثال، يقول لك انا من اخذ هذه الاوبر زال عندي، من ضعفت زال عندي الام الظهر، زال عندي السكر. هي ما هي الفكره بس ان انا بشكل قوام شكل جميل بعيد عن السمنه، هل هي بالفعل تعطي ناتج لآلام الظهر وغيرها من أعراض مرضية تكون هي طبية أكثر من هي تجميلية؟ شوف، ما يقارب 250 مرض، أكثر من 250 مرض ارتباط دايركت مع السمنة. صحيح. إزاي؟ فأنت لما تعالج السمنة تزيل هذه الأمراض، تبدأ تنزل، صح، تقل إصابتك فيها. اللي فيه سكر خصوصا الدرجة الثانية راح يتعالج، يتعالج من السكر قاعد نتكلم. اثنين، اللي فيه ضغط ينزل يوقف دواء. آلام المفاصل والركب، يا رجل الحين قاعد نشوف ناس عمرهم 19 سنة 20 سنة بلش ضغط وياه، بلش دهون كبد. صحيح. يعني أتكلم عن شخص يعني من فترة بعيدة شوي شفناه، أمه عمرها يمكن الله يحفظها 55، دازة ولدها اللي عمره 19 سنة على ويل تشير. ليش؟ لأن وزنه 200 كيلو. أوف. زين، أنت شفت هذا، عرفت الصورة هذه دائما تيب باي. ليش؟ لأن عادة هي معكوسة. صح. عاد الولد اللي يساعد الأم هو شيء. فلما توصل أنت لهذه المرحلة بالصغار، يعني إحنا عقولهم كلنا عندنا عيال الله يحفظهم كنا نروح تخرج. أيه. شوف أنت بس ألغي نظرة، كم واحد في سمنة؟ كثير. وايد. هذه منتشرة بالصغار قبل الكبار بعد. زين دكتور، هو يقول نيوتن كلما زادت الكتلة زادت الجاذبية. أيه. هل هذا كلام؟ أيه. فانسحب زيادة للأرض. قريت الانجكشن من سالف عادي الليبر ايه بال 2.5 اللي وصلت لي 7. لا انت شلون بلشت؟ اي شلون بلشت؟ يبي اعرف قصتك. انا بلشت ما اعرفها صراحه دكتور، يعني الاخ فوز الحساوي، يعني العبدلي، لقيته ضعفان، كان ينصحني، انا كنت امتن من كذي، يعني كان يقول لي فهد انت ليش ما تطق ابره المنجارو وتضعف؟ قلت انا ما احب ادش الشيء، يعني جسمي كذي مو طبيعي، انا احس انه مو طبيعي الشيء هذا. كان يقول لا انا ضعفت، وقعد يترجالي نص ساعه ما رضيت. كان يقول لي فهد انا عندي ملايين وطاق قبره، انت مع ويكش عندك؟ يعني انا لما انت من درى عنك صدق راح طقيتها دكتور، والله راح طقيتها، وصلت لي 7 الحين. بس المشكله انه ما قلت له كبدي تكرم دكتور كلش، لا اعطيها روحك لما تبص لها، والله بكمين ما ادري اعطيها صح ولا غلط. لا انا بقول لك الحاله، هو يطق قبره
وهم تبدا انا ونادر لا يعجبونه. الاثر عكسي. شفت السر؟ ثلاث اصابع يعني صار ذاك اليوم قالت لنا دكتور قرطبه ايش كثر كم صبع وخميس. لا انت تقدر تسولف بدون ما تمثل. يعني ثلاث اصابع عند السره على اليمين وعلى اليسار طقيتها اطقها هني بس ما يعني ما طلعت ابدي. حلو. يعني مثلا ناس يعني عندهم انا عندي ولد اختي تحوش انا ما تحوشني. صكت شهيتك؟ لا. قللت اكلك؟ اول يومين بس. اي. خمسة ايام الباجي. مو ولا شيء. بحري. دكتور اخاف صاحبنا حوت. اي الله. اخاف صاحبنا حوت. لا 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 دكتور انا الابر هذه مالت الانجكشن مالت كورونا يسمونهم شنو؟ لوزومب مو لوزومب. خلاص شو اسمها مالت تطعيم تطعيم؟ طقيت اربعة. اما الناس طق ثلاثة. ايه. فتحي يقول لي شنو؟ انت حصان؟ والله ما ادري ليش طقيت اربعة. ليش اربعة؟ غلطوا والله المستوصف هذا طقوا لي الرابعة. شوف بالسيستم يبين. ما ماخذ ثلاث جرعات ولا جرعة. طقوني ولا حتى سيستمك ما عنده بيانات. مو ماشي السيستم. ثلاثة واحدة مجانا. من فين وبعدين؟ واحس ان الحين يعني احس الحين نفسي انا ان كله انسى. از فورجيت اني ثينج يعني. والله. اي والله العظيم كله انسى. كله انسى والله. زين انت بلشت تدريجي. من اثنين ونص صح؟ إيه؟ وشهري قاعد تزيد؟ ازيد شنو يعني الوزن؟ جرعات جرعات لا إيه جرعات شهري شهري فالحين واصل سبعه. اي باجي لي بس 10 نزلت 10 لا لا باجي لي ليه 10 المنجار؟ اي لا انت ترى الدوز المنجار اللي 15 ل 15 بعد؟ اي اي يعني كل شهر احنا نقولهم ارتفاع تدريجي او اسكليتنج زين؟ في بعض الناس يبلشون الاستجابه منهم من 5 و7 في ناس اكثر من كذي، في ناس اذا عندهم مشاكل صحيه نسميهم ميتابوليك سندروم انه هو ضعف الحرق وياهم. نعم. هذه الادويه ما راح تفيدها وايد زين؟ نعم. راح تشوف عدم استجابه، في نسبه معينه من الناس ما ندري من هم إيه؟ ما يستجيبون لها ادويه، مثل ما قلت انه في يقول لك انا في ناس سكسندا ما فادني وزنبك فادني. عرفت؟ شو اللي يفرق دكتور؟ ما تدري ليش ان هذا يستجيب وهذا ما يستجيب. زين انت قلت امر مهم يعني شنو اثر هذه الابر على الوظائف كلها؟ على المدى البعيد. في لها اثر؟ طبيعي. لان في دكاتره يقولون انا سالتهم شخصيا يقولون ما لها اثر على الكلى. الحين راح اقول لك شلون. الدول المنجارو الاغلب انه الاوزمبك يخليك تنسى تشرب وتاكل. وايد ترى هذا راح تشوف وايد من الهيستوري كان نسيت اني اشرب او الشرب كان قليل او الماي قليل. هذا يكون التأثير أكثر على المدى البعيد، مو إنه هي راح تي على قولتهم تطق الكلى دايركت. تمام. زين. فالموضوع قصور في إنك أنت تأخذ الجرعة اليومية من الماء. لأن أغلب الناس يبون شنو؟ مشكلتنا إن نبي النزول السريع هذا واحد. صح. زين أبي بسرعة أنزل وعلى قولتهم أنا هاي السمنة ما تجيب ليه وليل بس هو قرر في هذا اليوم إنه خلال الشهر لازم يكون طاق له 20 أو 15 كيلو. بيروح مربية. مثلاً. عندها أو عنده عرس زين التزام حفلات واتيفر زين بغير اللبس مراضي يمشي شفت أنا رحت لبس ملابسي في ضيجة لا أنا أبي هاللبس هذا. صح صح. فهذا وايد تي. خصوصاً يبي يضعفون بالصيف. بالصيف على قولتك. عشان يسافرون. فبالتالي أنا أقول لهم النزول السريع أنت شنو تيجي تسوي تلقى ما يشرب ما يأكل يأخذ الدواء ويرفع بروحه بالدواء زين مما أدى إلى أن شنو صار في قصور في الكلويات زين. فأنا دائما أقول لهم أنت لازم تيون تراجعون وتتابعون مع الدكاترة لأن أنت في بعض الأحيان ترى ممكن مريض نرفع الجرعات بسرعة ها في مريض نخليه على 2.5 شفنا الجرعة 2.5 كافية وايد عليه. مريض ثاني لا يبا أنا أرفعه 5 و7.5 ووصل 10 ل 15 نوصل وياهم زين. فالرفعات هذه أنت على أساس قاعد تقررها الغالب بروحه. أنا عندنا فحوصات نسويها الحين قاعد نسوي سونارات حق الغدة قبل ما نبلش المنجار والأوزمبك زين. ما يقارب احنا قاعد نقول ترى في ناس اذا عندهم تاريخ مرضي في العائله اورام غده درقيه بعيد الشر عن الكل مثلا نقول سرطانات ونوع معين من السرطانات لازم ما ياخذ هذا الدواء لان في عرضه ان بعيد الشر يصير فيه من السكسندا للمنجارو كلهم نفس الشيء لان فيهم هذا الهرمون الجي ال بي 1 يعني في شيء احنا نسميه البلاك بوكس لما ينزل البلاك بوكس على اي دواء يعني وورنينج هذيل الشغلات لازم تدير بالك منها التهاب بنكرياس نقول لهم انت متى توقف الدواء؟ يقول ما ادري اذا ضاق خلقي قلت لا يبا اذا صار في عوار ببطنك طق بظهرك لازم تسوي انزيم بنكرياس يمكن مرتهب عندك بنكرياس لازم توقف الدواء حساسيه نادره ما تصير اذا صار في عندك اذا في بعد شهر قلنا بالعائله او يعني في شغلات معينه هذه لازم انت تي تستفسر عنها قبل لا تبلش الدواء مشكلته انه شنو؟ انه تاخذه من اي مكان على قولتهم يعني اوفر ذا كاونتر تاخذه متاح ومباح في كل مكان كل مكان فبالتالي ما عندك نقول لتس رقابه دايركت عليها لان هي محطوطه في خانه ادويه السكر الانسولين مثل ما تقدر تحصل من اي مكان هذا تحصل من اي مكان زين دكتور شو تنصحنا شو نسوي على الحين انا بضعف روح للعياده اول
أول فحصك بيدك. إيه. شوف أبو كمين، إحنا دائما نقول هم الناس حاطة الوزن هي المشكلة. إحنا نقول ترى في أكثر من فاكتور يلعب دور، الوزن يلعب دور، عندك مشاكل صحية تلعب دور. الشيء الثاني هل في تاريخ مرضي بالعائلة بالسمنة يلعب دور. الشيء الرابع لايف ستايل مالك يلعب دور. الشيء اللي إحنا ما ندير بالنا عليه النوم، أنت تنام عدل، نومك ديب سليب ولا لا، أنا فزفز وايد في النوم. زين هذيل كله لما تجمع هذا كله راح يؤدي الى السمنه. زين اذا انا بسوي شيء في كاتيجوري، موضوع التدرج في العلاجات، انا ابلش بالدواء بعدين اصعد، ترى بعض الحين مو هذا هو العلاج، وهو مو علاج. يعني لما بتعطيها كشيء مشابه له، لما يكون مريض فيه سكر، في سكر راح يقول الدكتور بلش دواك السكر، عدل من وزنك وعدل والعب رياضه. صح. زين اذا ما قبل السكر شنو يقول له؟ لا يبا ما تبي ادويه السكر، خلينا نعدل اللايف ستايل، ما راح تدش في مرحله السكر. السمنه لما تدش السمنه المفرطه، اللايف ستايل بروحه مو هو العامل الوحيد اللي راح يساعدك في نزول الوزن. ترى قاطع كلامك، كلامك طبي علمي وفي من النصيحه الشيء الكثير، بس في ايضا في كلامك العوق مو في الدكاتره، العوق فينا احنا اللي نستعيل، نبي ننزل انا ما اقدر امشي على هذا البروسيجر اللي تفضلت فيه، لان انا ادري راح يكون بطيء في مفهوم اللي انزل او انقص الوزن. انا بعطي هالابره خلني خلال شهرين ثلاثة اشهر يبين عندي معالم وملامح الامر هني. وانت قلت شغله مهمه، العوق مو في الوزن، لكن خلني اصيغه بسؤال، شنو الوزن اللي تقول انت يا دكتور اسماعيل هذا الوزن لا لابد انه يجري مثل هذه العمليات، عمليات التكميم او يتاخذ مثل هذه الاوبر؟ انا قاعد اشوف ناس اوزانهم 70 80 90 قاعد ياخذون اوبر، انت ما انت محتاجه وما انت محتاجه اللي يجري الاوبر. شنو الوزن الطبي العلمي يقولك لا تستحق او تستدعي لدخول مثل هذه الاجراءات؟ حلو. اي شخص كتلته عدت ال 30، عدت 30، تكلم عن كتله، يعني شنو نحسب وزن على طول؟ يعني مثلا انا عاده انت مشفط علي وايد يعني انا ما انت بس عندك ما شاء الله طول، طول زين الحسبه شلون دكتور اسماعيل؟ تحسب الوزن على الطول، تحسب الوزن بالكيلو تقسمه على الطول تربيع. يعني نقول مثلا لو واحد احسب لي دكتور، احسب لك اي والله طولك وزن 170. شنو 170؟ طول الوزن، الطول، الطول 170، الوزن، الوزن 79. بس بيرفكت انت، بيرفكت انت. شكرا دكتور. يعني اليوم اقدر انام مرتاح. انت كم؟ هابو كبيل. انت طولك كم؟ انا 172 اي ووزني 70. بيرفكت. شو انت مو انت تقول بيرفكت؟ انا قاعد اعد ما شاء الله زين، بيرفكت زين طبيعي. انا طولي متر 80 متر طول 80 وزني 125 اعتقد بيرفكت. انت كيرفكت انت 39 وايد زين يعني حلو. من 20 ل 25 الكتله هذا الطبيعي. حلو. فوق ال 30 هاي السمنه خلاص. الحين من 30 ل 35 درجه اولى، الدرجه الثانيه من 35 ل 40 فوق هذا سمنه مفرطه. انت 39 يعني نزلت 39 كيلو؟ لا 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 انت كتلتك 39 الكتله يعني، يعني فيني جاذبيه، فيك جاذبيه قويه. لا ما شاء الله تبارك الرحمن شيء خيال. يعني انت تتكلم ما يقارب، احتاج اني اوصل لو بحسبها يعني كم نسميها كم الوزن، كم وزن زايد عندك؟ قد كم؟ 100 وكم؟ انا 120. حلو. نزلت خمسه؟ اعتقد نزلت خمسه. يعني عندك انت 35 كيلو. شنو يعني؟ زايدين. الله. هذول لازم ينشالون. لازم يروحون. 35 كيلو، هذول قاعد ياكلون يعني طلال ياكل ما يتمرن. هذا بس الغدد اللي فيه. حرقه زين. لا تحسده حرقه زين. ثانيه ثلاثه متوسط. والله. فيك 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 واحد ثاني بس مال والله اللي قاله هو يعني بعد ذكر الله. كلامه صدق يعني. مثلا المشروبات الغازيه قاعد ذاك اليوم قاعد اقول ان ثلاث قواطي اكل بشكل غير منتظم، لكن اكل وايد، لكن انت تقول عندي الحرق اكثر. وهذا يثبت الكلام العلمي ان موضوع السمنه ترى مو ميزان، مو اكلك زاد وزنك زاد، في اشياء ثانيه قاعد تلعب دور. صح. على قولتهم انه ليش انا وفلان ربع ناكل نفس الاكل صح زين، بس هذا ما شاء الله حرقه طبيعي. انا احب ايه مثلي زين. خلينا نشوف اتصالات عندنا. فاتن. فاتن قلبي فاتن عقلي فاتن. هلا والله. اهلا شلونكم؟ تمام الحمد لله الله يسلمك. الموضوع تكفى ابو كمين اطلع. خلي ياكل وجبه قدامكم هذا محدد اسمه، خلي يروح. والله عفس الدنيا كلها. لا انا نومتي لان ديب سليب. اي اي اي
صح. زين قولي قولي بس لأن عندنا اتصالات. فاتن شنو سؤالك؟ إيه سؤالي في حالة مرضية الحين يعني هي معانا بالدوام سمعتها اليوم ألا وهي شنو إنه قاعد تاخذ منجارو وصلت لعشرة زين بس الوزن مو قاعد ينزل والحرق عندها صاير بطيء هي أساسا فيها سكر وفيها غدة شلون بل مثل ما الغدة الغدة شو اسمه أمبو يعني الغدة عارف بوب يعني يوميا تأخذها تمام حلو واضح واضح ايه يلا شكرا غدة الدرغية طبعا مثل ما قلت الحين الواحد لما يكون عنده غدة درغية وعنده سكر هذا اوريدي عنده مشاكل في الحرق في البداية الحين هل إذا أنت وصلت الجرعة العشرة معناته 100% راح تنزل بروحه ترى في ناس نسبة معينة من المنجار ومن اللي يأخذونه قاعد ما يستجيبون زين منو هالأشخاص منو هالناس ما راح تدري متى راح ندري لما نجرب الدواء الحين إذا أنا واصل للعشرة ولا كيلو أنا قاعد أنزل أنا أعتقد إنه ما راح يحتاج ما ينفع أنت تكمل الدواء هل تحتاج تسوي كومبينيشن ثاني شغلات ثانية تستخدمها غير المنجار راح يفيد ترى مو شرط إذا المنجار وما فاد معناته الأوزمبك ما راح يفيد هي مو الشغلة ما تمشي كذي تركيبة مو واحدة لا لأنه هو المنجار تركيبتين جي إل بي 1 والجي آي بي الأوزمبك تركيبة واحدة هو الجي إل بي 1 زين دكتور هم عندنا اتصال قول ألو ألو الو تفضلي من معي انوار السلام عليكم عافيه الله يعافيك زين انا طبعا عندي سؤالين السؤال لو انا مو متين الحين شلون حسبتوا المساع الكتله هذا ال 30 شلون قلتوها بس ما ركز بحسب وياكم بس ما عرف تحسب حسبي الوزن زين يعني حتى اقول وزني زين قولي وزنك زين قسمية على الطول بس بالسانتي يعني مثلا متر واحد فاصلة مثلا ستة اوكي يعني إيه مو تقسمين على السانتي قسمي على المتر واحد فاصلة خمسة ستة شري اقول ها مثلا وقسمي مرة ثانية على نفس المتر على نفس الطول واقسمه على الطول اي إيه؟ صفر 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 اربعة واحد ما يصير على القاسمة غلط دكتور سولها خب ما تبي تقول لا انت بتقول بس 59 وزني 59 طولي 156 انت تحتاجين تزيدي الوزن ما ابي انا بزيد عضل انا قاعد العب رياضه بزيد عضل ما ابي ازيد وزن وزنك قلتي كم 59 على كم الطول 156 ايه قلت لك 24 طبيعي طبيعي حلو زين انا الحين هذا حقي انا بسال اذا تحت يقول حق ريلي يروح حق المنجارو لأن الكوليسترول 12 وايد طبعا هو مو مقتنع لازم يسوي تحاليل هذا السؤال إذا هو بدأ بمنجارو هل طول عمره راح تأخذ منجارو ولا شلون يوقف المنجارو بعدين هذا السؤال اللي الجواب للحين ما نقدر نقول وقف المنجارو عشان كذي المرضى لما يجون عندي وقلنا احنا ليش اول شيء ليش نقول روح عند دكتور سمنه لان راح يعطيك خيارات صح مو شرط ترى كل العمليات مثل ما قلتي في ناس ما يبون عمليات او يخاف من العمليات او لاي سبب إن كان فدائما لما تروح عند دكتور يعطيك اوبشنات الحين قبل لا تبلش على اي دواء خصوصا ادويه السمنه المنجارو والاوزمبك لان ترى في فحوصات وايد من ضمنها هرمون الغده الدرقيه في بعض الحين ترى وايد ناس اكتشفنا فيهم سكر من قبل لا نبلش دواء المنجارو اكتشفنا السكر فيهم عن طريق فحوصات السكر الحين اذا ببلش دول قلتي لي دول منجارو صح زين شنو التخوف انه ليش شلون بيبلش دول منجارو مو راضي يقتنع مو راضي هو مشكله لا قادر ولا فانا قلت خلاص قاعد اشوف الناس قاعد يقفون بالمنجارو قاعد انصحه يسوي التحاليل وياخذ المنجارو اي لا وزين شنو يبي هو عيل يبي ضبط شبيه ايه شوفي الحين اول شيء قناعتك انت ترى ما راح تقدرين تسوين شيء الا لما تقتنع ان السم لما تحطين السمنه ان هي مرض غير لما تحط السمنه ان عندك كيلوات بيضعف عشان يصير حلو وايد فرق صح. إذا حطيتيها إن ترى يبا أنت عرضة إن يصير فيك سكر عندك ما يقارب خمسة ضعاف إن يصير فيك سكر عرضة يصير فيك ضغط دو أسوأ شيء الحين عندنا اللي قاعد نشوفه سميها شيء دهون الكبد دهون الكبد هي السبب الرئيسي الحين في الوقت الحالي لبعيد الشر لزراعة الكبد يعني ليش واحد يروح زراعة لأن صار فيه فشل بالكبد ديسك مشاكل في الركب مشاكل اختناق النوم كل ما يحس فيها أو أنت تحسين فيه إنه يفسفس وايد ركبين جهاز صح ركبين جهاز لا إذا هذا كله فيه مو مقتنع أنه ينزل وزنه ذيك ساعة أنت ما راح تقدرين تسوي له شيء أنا أقول لهم القناعة تي من البداية من عندك أن أنا لازم أنزل وزني مو عشان يصير حلو
انا عشان اوخر عن الامراض واوريدي الامراض وصلت لي زين. فعقلتهم انت عرفتي الحين دائما اشبهها انا مثل واحد مستهتر في السياقه يسوق سرعه وما يدير باله، يمكن الله يجيره مره ويجيره مرتين بس اذا ظليت بهالشيء 100% بتسوي حادث. صح. فاذا واحد ظل في هذه السمنه 100% بيصير في امراض، مو احتمال 100% بيصير امراض. يعطيك العافيه. شكرا شكرا الله يعافيك. اخر اتصال قبل الفاصل. الو الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله، يا هلا ومرحبا. يعطيك العافيه طال عمرك. وعمرك يا هلا، تفضل. اقدرك دكتور العافية. معاك دكتور اسماعيل. يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيك. دكتور بغيت اسالك بس على اساس بخصوص موضه المعده، موضه المعده ارتجع. اي نعم. دكتور انا اكل حبه المانسيك. ما اسمع بس. اكل حبه المانسيك. اوكي. اذا كليت ارتحت دكتور، بس اذا طولت احس ان معي الامساك دايم يصير. مع الدواء. الم في راس المعده يجيني اذا هديت الدواء. حلو. احس الالم بس الحمد لله يعني من اكل حبه دكتور ما احس لا الم في المعده ولا احس بشيء، بس يعني الامساك والسال هذا معي زامن. اوكي. وفي تكرم غازات ما غازات انتفاخ في البطن؟ فيني غازات دكتور، تجيني غازات بس اذا جاتني المعده احس الالم وين؟ فوق راس المعده. ويصعد لي فوق لصدرك؟ الالم؟ اي الحرقه، مثل حرقه تحس؟ لا يجي الارتجاع دكتور، تحط البلعوم ما ارتاح الا لما اطلع الارتجاع. حلو. ما ادري اكمل على الحبه هذه ولا. سويت فحوصات؟ عندك اي فحوصات سويتها؟ تحاليل الدم الشامله كلها اوكي الحمد لله امور طبيعيه، السونار سويت بس المنظار حطيت موعد. هذا اهم شيء تسوي. منظار المعده. ايه. ايه. هذا اهم شيء عشان انت بتعرف شغلتين، انت بتعرف شنو نسبه الارتجاع اللي وياك. الشغله الثانيه بتعرف هل في فعلا التهاب معده، هل في بكتيريا بالمعده، لان جزء من الاعراض اللي قاعد تقولها ماشي مع ارتجاع وحموضه مثل ما قلت. زين اللي هو يوصل لصدرك، وجزء ثاني ترى في كومبينيشن دائما يصير مع الحموضه، تلقى ارتجاع وحموضه هم يكون في بعد اعراض قولون عصبي نسميها، هو تكرم الانتفاخ والغازات والامساك المزمن، فبعض الاحيان ترى اغلب الحارج علاجاته دوائيه. بعض الناس اللي يحتاجون يسوون اجراءات جراحيه لعلاج الحارج، لما يقارب تكلم انت من 70 ل 80% من الناس يتعالجون بالدواء، فاغلب الاحيان اذا عندك الارتجاع من الدرجه البسيطه فما راح تحتاج دواء، تحتاج تغيير لسلوك الاكل، لايف ستايل تشينج، يعني اللي يدخن لازم يوقف سجاير او يقلل من التدخين. هلا؟ تمام. انا دكتور وقفت التدخين، قطعت الحين واقف على التدخين، انا سويت منظار من قبل تقريبا سنين، كان معي اتساع بالمريء وجرثومة المعدة. ايه فانت لازم اقول لك تعيده عشان تشوف الوضع شلون صار اسوء ولا لا. ايه ولازم تراجع دكتور الجهاز الهضمي اللي انت قاعد تتابع وياه عشان يعطيك الخيارات اللي انت تقدر، اذا شفت الدواء ما قاعد يفيد او تعبت من الدواء او بالمنظار بين اسوء الوضع، لا دكتور لازم تراجع عشان تشوف شنو الحل الثاني اللي وراه. دكتور عساك على القوة. بس بخصوص الارتجاع هذا انا ما فيني الم بالبطن القولون هذا، بس مضايقني الارتجاع، مضايقني حيل. فعشان يعني عشان شيء لازم تسوي المنظار، ترى في وايد لازم تسوي المنظار، لازم تسوي المنظار، في وايد فحوصات ترى غير المنظار، في منظار وفي فحص الحموضه، فحص قوه عضله المريء، يعني في فحوصات وايد عشان تعرف انت شنو الدرجه اللي انت واصل لها. الله يعطيك العافيه. اكمل على الحبه كمل عليها. شكرا شكرا. يا هلا يا هلا يا هلا ومرحبا. شكرا. ايوه يعطيك العافيه. بعدين بسأل عن الباي باص. اي باص؟ باص باص هذا الباي باص ايه مواصلات يا جماعه الباي باص اللي يعني مثلا دش شوف تحويل مسار وينه؟ مستمرين معاكم مع الدكتور اسماعيل الجزاف والحكي عن ما يخص التكميم والاوبر ارتجاع المريء وشيء من هذا القبيل، وقاعد ناخذ اتصالاتكم على 22 20 90 4. دكتور اسماعيل هذا يعني اتصال او سؤال من الواتساب، المدخن اذا قطع التدخين تفتح شهيته، فهذا يقول لك انا اقطع التدخين ولا ما اقطع التدخين؟ الحين والتدخين اذا قطعه خير وبركه. حلو. بس يقول لك اخاف يحوش السمنه. لا ما يحوشه. شلون؟ خليه ياكل صحي.
مو يدخن عشان لا يسبوله. بس هي خليك من سؤال القشمرتشي، لكن هو بالفعل في علاقة ما بين إن اللي يقطع التدخين واللي نتمنى إن شاء الله الكل يقطع التدخين والسمنة؟ ما له شغل ارتباط مباشر بينهم، بس الغالب العادة العادة التدخين هي مثل نسميها إدمان. صح. أنت متعود إنك تبي تدخن، فالحين إذا تبي تقطع شيء تبي شو تسوي؟ تحول على شيء ثاني، فيصير أكثر شيء شنو؟ الأكل. بس هل هو إذا قطعت سجاير راح يزيد وزنك؟ ما له شيء. بصيغة أخرى السجاير يخليك تسد شهيتك؟ لا، يعني كل المدخنين هم ضعاف. هم منطق. إيه هم منطق. زين الحالة اللي واقفة. دكتور الحالة الحين اللي واقفة جد والله أنا بضعف والله خلاص قررت إني أضعف. أسوي تكميم؟ أسوي تكميم؟ أول شيء إذا صدق تبي تضعف. إيه والله. تراجع. بيك لا تيلي مو بيك وين شو ما يبيك لا تيلي اهم شيء الوجه واحد عارفه وايد زين عم تقول القصاد يعني الحين شيء زين والله لازم تكميم يعني مو زين انا انت وقفتك وقفت خيال البنجارو هذا حق واحد خياط لا هذا دكتور انت توقف على جنب على على اي خلص على جنب ايش صك قولتك سكر الغارة بس النسفة النسفة حلوة دكتور قاعد يقط دكتور قاعد يقط بلش دكتور خلنا نسولف عن جهاز لينكس شنو هالجهاز دز لي هذا أعطيك فلوس لعبتك انت اللينك الحين حاتيك الحين عرفت اللينك قبل ما اعرف قمت ادز حق هذا اللي عنده فلوس بس لينك غير عن اللينكس اللينكس دكتور حلو لينكس هو الجهاز نسميه المغناطيس الذكي إيه؟ احد الاجهزه واخر جهاز وصل لعلاج الحارج الحين الحارج مثل ما احنا عارفين سواء الحموضه او الارتجاع اغلبها مثل ما قلنا تو علاجها بالدواء بس في بعض الناس يوصلون لمرحله الدواء ما يفيد ما قاعد يفيد هذا واحد او انه مل من الدواء يقول دكتور من اقطع يبلش يرجع لي مره ثانيه شغله ثالثه مع الفحوصات اللي قاعد يسويها بين انه عنده الحموضه واصله درجه متقدمه فبالتالي ما ينفع فقط الدواء يحتاج شيء ثاني وياه علاجها كان في اكثر من طريقه في بالمنظار اللي هو المنظار العادي او في الجراحه الجراحه اللي هي الفتحات الصغيره نسميها نفس ما طقت المراره ولا التكميم صحيح الحين جراحيا شلون نقدر نسوي الصمام العادي الصمام اللي يكون من راس المعده هذا كان فقط الطريقه المتاحه لعلاج الحارج حلو وجود اللينكس ان انا ما احتاج اسوي صمام العادي من راس المعده مو دايناميك ثابت صح يعني كأنك انت حطيت حلقه وسكرتها صحيح فهي ثابته بس اللينكس لا دايناميك يعني هو مثل جهاز يتوسع ويتسكر تفاعلي كان تفاعلي كليت راح يفتح ايه نزل اكل في المعده سكر فهذا يعطينا شنو احساس المريض ان انا متاقلم وياه فلما جربنا احنا مع هالحالات اللي سويناها هني بالكويت لما تقارن بينها وبين بين المرضى اللي هم سووا الصمام العادي مور كومفورتبل تحس ان اصلا مو مسوي شيء زين هل هذا معناته ان كل المرضى ينفع لهم هذا الجهاز سؤال صحيح لا فبالتالي لها انديكيشنز معينه نسميها او اختيارات انك تختار المريض اللي ينفع له هذا الجهاز قبل تبي تسالني سؤال لا كمل كنا نشوف وايد مرضى ولا قاعد نشوف مرضى اللي سووا عمليات السمنه مثل هالتكميم اكثر شيء اللي يعانون منه الحارج صحيح. فعلا احنا نقول لهم ما يقارب 15 الى 20% من الناس اللي ما عنده حارج راح يصير فيك حارج واللي عنده حارج 25 30% يزيد الحارج بالضبط زين هذا اذا وصل مرحله الحارج متقدمه وما تتحكم فيه بالدواء حل الثاني تحويل مسار زين الحين في وجود هذا الدواء سوري وجود هذا الجهاز اللينكس اعطاني خيار ثاني غير تحويل المسار صح مو كل واحد سوى تكميم ينفع لللينكس وضحناها اغلب الناس ينفع لا اقصد بعد تكميم حتى بالضبط. بعد تكميم اغلب الناس تحويل مسار بس الحين بوجود اللينكس اقدر احط لك اللينكس ما يسوي تحويل مسار يعني انا سويت تكميم البعض ممكن يحتاج الى تحويل المسار في اللينكس ما مو بالضروره تسوي تحويل اذا صار عندك حارج بعد التكميم مو ما يحتاج ان يسوي لك تحويل مسار اللينكس يمكن يفيدك زين وطريقه التركيب شلون راح طريقه التركيب طبعا هو الطريقه هي جراحيا حلو في اللينكس انها هي فتحات صغيره تفتح في البطن عمليه اي نفس العمليات المعتاديه ولكن ان نقدر نسوي اكثر من شيء بنفس الوقت يعني اذا عندك افتاق اقدر اصلح الافتاق شكرا زين واحط لك هذا الجهاز صوب المريء زين فيشتغل هو مشكلتنا هو العضله تكون لازم صوب المريء فهذا الجهاز هو على المريء عرفت فالاكل لما يفتح بعدين يصك خلاص الاكل دش داخل الحموضه وين هي موجوده ترى في المعده صح ايه؟ انت ما تبيها تصعد فوق فهو يصك خلاص ايه؟ فما ترجع لك الحموضه فوق دائم ايه؟ هذا دكتور يكون لونج لايف
خلاص دائم يكون يعني من تركبه دائم. عملية إنه يكبر يصغر مع الجسم أو تفاعل الجسم. لا هو مو يتوسع ويتحرك وهذا، لا هو مكانه ثابت. الأعراض الجانبية اللي أكثر ناس ننصحهم إنه فيها مثلاً أكثر سؤالين مو بس العرض جميل، يقول دكتور هذا جهاز مغناطيسي أنا بسوي رنين بسوي أشعة شلون الوضع؟ أشعة المقطعية عادي، سونار عادي، الرنين الرنين في جهاز معين لازم أنت تسويه نسميه للباور ماله تسلا 1.5 ما يكون أعلى من كذي. أنت تحضر دكتورك المعالج تقول إن أنا حاط نفس البطاريات القلب شلون؟ برافو عليك. في بعض البطاريات أو بعض الشغلات اللي تحطها إنه ما ينفعون مع الرنين، بس هذا ينفع الرنين ولكن الباور ماله أقل من 1.5. دكتور أنا مثلاً الحين أنا أحب الجري يعني برا النادي أو برا هذا الكلب يسمونه، ما أحب داخل، بس جونا الحين ما قاعد هذا، تنصحنا إن إحنا يا الفجر يا بالليل صح؟ إيه. عدل ولا؟ لأن درجة حرارة الحين 60، أنا وين أركض درجة حرارة 60؟ هاش علاقته بلينكس، بس أوكي ما له شغل بلينكس، أنت ليد أنا؟ ما له يلا عاد عاد. لا مو مدرب هو مو بنادي الريال. دكتور الريال تعبان على نفسه. إيه سالف عن شد الحبل حق الحلقة. شكرا. الريال تعبان على نفسه. مصقر قوة. قول للفير. جويك ربي يخليك، سلام عليكم. عليكم السلام. أنت صقر مصقر وأهل السيجارة. من زمان. إي والله. الله يحفظكم إن شاء الله يا رب. الله يسلمك. هلا مصدق. سؤالي حق الدكتور. دكتور أنا حاليا فيني خمول قدة، صاحب معاه قولون عصبي لدرجة أني لازم أخذ علاج مستمر حق القولون. اكتشفت في الآونة الأخيرة أن معاي افتاق، فالدكتور قال لي راح أمشيك على علاج لمدة 3 شهور، إذا ما مشى نضطر نسوي عملية. شنو درجات الافتاق اللي تحتاج عملية اللي بالمعدة؟ حلو. طبعا الافتاق هذا شيء شائع يسمونه افتاق راس المعده، هذا وايد شائع خصوصا عند اللي عندهم سمنه، يعني يكون الضغط البطن وايد عالي او صح. الله يحفظهم الخوات لانه تكرار الحمل ايه. وزن يصعد وينزل فيصير عندهم الافتاق. مو كل الافتاق لازم عمليه. هي قصدك الافتاق الضامه دكتور؟ ها العضله الضامه. لا الافتاق راس المعده اللي تكون هني بنص الصدر غير. انا حسبان العضله الضامه اللي تكون هني. سكر ميكروفونك. اسلم دكتور. فالافتاق راس مو كل افتاق لازم يحتاج لعملية. الحين يعتمد على شنو قوة الحارج اللي وياك، يعني إذا كان الافتاق هو أقل من 2 سنتي هذا صغير، 2-4 متوسط، أكثر من 4 كبير، إذا هل معناته حتى ترى الافتاقات الكبيرة أتكلم عن أكثر من 4 لازم عملية؟ لا، لأن في ترى أنواع من الافتاق، في تايب 1 و2 و3 وفي 4. التايب 1 هذا اللي هو بس المعدة شوي صاعدة فوق، هذا مو كلهم يحتاجون عمليات. متى يحتاج العملية؟ الغالب إذا كان الدواء ما قاعد يفيد، أو الواحد تعب من الدواء مثل ما قلنا في البداية، أو لما إذا سويت المنظار أو نسميه شيء اسمه ترى فحوصات الحرج، مو بس منظار، منظار معدة إذا بين فيه عندك حموضة عالية في المريء، يعني التهاب المريء وصل الدرجة الثالثة أو الرابعة، أو إذا فحص سويت الفحص نسميه فحص الحموضة أو فحص خاص يقيس نسبة الحموضة عندك خلال 24 ساعة. والحلو في هذا الجهاز أنه يربط ما بين أعراضك والحموضة، يعني مثل تبعيد بيدك بيكون مثل دقمة أو قلم طقين فيه، الحين عندي عوار، فبعدين لما تحللين هالجهاز راح يشوف وقتي اللي طقيتي هل فعلا كان عندك حموضة ولا لا. هذا وايد يفيدنا أن هل فعلا في ارتباط مباشر ما بين الحموضة وما بين الألم. واخر فحص نسميه هو عضله المريء. ترى وايد احيانا احنا نقول احنا ارتجاع، ولكن هي المشكله الاساس بتكون في المريء نفسه. فلما تيجي تسوي انت عمليه الافتاق وعمليه تصليح نسميه صمام راس المعده، ما راح تعالج المشكله الاساسيه اللي هي مشكله ضعف او صعوبه في عضله المريء. فهذه الفحوصات كلها الناس عباله بس منظار ويلا عمليه، لا هي مو منظار وعمليه، هي فيها منظار، في فحوصات مثل ما قلنا الحموضه، ترى فيها من الفحوصات نسميها اختبار نووي حق نشوف المعده قاعده تشتغل بشكل طبيعي ولا لا. طبعا هذا مو حق كل المرضى، حق بعض الناس. فبالتالي هي وايد لها فحوصات اجراءات وعلى اساسها تقرر شنو. زين هل انا احتاج على قولتك انا ابي اسوي صمام؟ ترى حتى الصمام في درجات، في صمام نسميه النيسن اللي هو الفل اللي هو 360، أو الصمام النص، ولا أسوي لينكس، ولا أصلاح افتاق بروحه. هذه كلها على أي أساس الدكتور يقرر؟ على هذه المجموعة من الفحوصات، على الأعراض اللي أنت وياك، هل في لايف ستايل معين أنت ماشي فيه نحتاج نعدله، كله على بعضه، بعدين قرر أنت وين تروح. وأكثر سبب أنا قاعد أشوفه في الوقت الحالي هو السبب الأساسي للارتجاع هو السمنة. فإذا بعض الناس نعالج سمنتهم تلقى الحرج يروح من عنده.
يعني عفوا دكتور مثل حالتي لان قولوني عصبي منتفخ فهذا مأثر على المعدة. يعني القولون العصبي هذا يكون عامل مساعد اني اذيك بس مو هو الاساس اللي قاعد يسوي لك ارتجاع. بس لان انا دكتور عفوا انا مو حموضة انا اسم الله عليكم لما اكل بعد ساعة ساعتين احس الاكل التل الحين قاعد عندي بلعومي ما قاعد ينزل. معناته تحتاجين فحوصات ليش الاكل ما قاعد ينزل من بلعومك؟ فانا سويت منظار قالوا لي عندي حموضة سوري عندي فتاق وعندي قرحات في المعدة رغم اني انا ما اكل سبايسي ولا مدخنة ولا الامور هذه عرف. اي فعشان شي قاعد اقولك في فحوصات لازم تسوينها يمكن مشكلة عندك بعضلة المريء. ليش الاكل واقف فوق ما قاعد ينزل؟ هل هذا مرتبط بالساكسندا والفكتوزا؟ انا كنت اخذهم قبل. لا ما له شغل ارتباط مباشر. ما له شغل تمام يعطيك الف عافية دكتور. يسلمك يلا هذا بعد اتصال. الو يا هلا السلام عليكم. عليكم السلام اخوي. انا الحين بس عندي اقتراح بالنسبه للموضوع. انا عندي الباركنسون وعندي الكانسر وعندي القلب. المعده هذه ما عندي بس عندي مشكله ابي اعرف يا دكتور الشحة هذه اللي ما ذبحت مني يعني صايره موسميه عندي يعني كل ما تغير الجو اكح وبعدين عادي هذي الوضع. لكن مشكلتي انا الحين الكانسر والباركنسون ما عندي المحطه هذه ما يعني يا ريت تناقشون موضوع الباركنسون ما ادري شنو الموضوع يعني كل ما بغيت اقوم ما اقدر اقوم يلا اذا حد شيء يرفعني. عسى ربي يعافيك ويشافيك يا رب العالمين وان شاء الله اشوف دكتور مختص في هذا الجانب وباذن الله يجاوبك على مثل هذه التساؤلات. عسى ربي يصبر عليك. يا ريت يعني دكتور حيدر انا تشرفت معرفته وزرته وعرفت الوالد حيدر الله يخليك يا ايوه ان شاء الله تبشر ان شاء الله. الله يحفظك. مشكور مشكور الله يشافيك ان شاء الله ويعافيك. شافيك المرضى المسلمين. الحامل عادي تركب جهاز اللينكس هذا دكتور؟ بعد الولادة. بعد الولادة اثناء الـ لا ما يصير صعب جدا. لا ما تقدر انت تدري يعني وقت الحمال تقصدك؟ اي لان يقول لك في بعضهم عندهم الارتجاع هذا فابي اريح نفسي او شيء من هذا القبيل لكن بعد الولادة. بعد الولادات تكون يمكن ما تحتاج شيء. الغالب وقت الحمل هو بيزيد الارتجاع. انشغل تولدين بالسلامة هذا يروح. هو بالأساس الارتجاع شنو يعني العوق أساسا ماله شنو أسبابه؟ مدخن فلفل قهوة حلو أكثر خلاف الأكلات أكثر هو اللايف ستايل طريقة الأكل نوعية الأكل مثل ما قلت احنا ناكل ساعات مو ناكل تشبيع لا ناكل صح هذا واحد كثرة القهوة التدخين زين السمنة هذا رقم أربعة خمسة المشروبات الغازية تزيد عندك هذا اللايف ستايل. الشيء الثاني بعض الأحيان احنا نفسر المريض يقول لك أنا عندي ارتجاع بس تلقى المشكلة الأساسية مو ارتجاع عنده مشكلة في عضلة المريء فهذا لازم تشوف تشيك لأن إذا بتعالج ارتجاع لازم تعالج العضلة في وأغلبهم علاجهم دواء. إذا عندك افتاق شنو درجة الافتاق اللي عندك زين إذا في افتاق مصاحب إن المعدة صاعدة في الصدر ولا في بعض الأحيان هذه حالة تويت لنا إن كل ما يسوي الأشعة الصدر تشوفون فيه مثل فقاعة في الصدر وعبال مثل صديد وراح فعلا قالوا أنت عندك صديد في الرئة في صوب الرئة ولازم تحتاج نشيل الصديد فسبحان الله سووا الأشعة مقطعية شافوا المعدة براسها كلها صاعدة ورا القلب فمعطيك شكل كأنه صديد فهذيل النوع من الناس هذا لازم تسوي العمليه لهي المعده صاعد فوق خوف شنو ان المعده تلف بعدين يصير في سميها تويست فتصير فيها مشكله فهذا صار عندك انت درجه سميها الافتاق او الارتجاع متقدمه الافضل ان اجراء العمليه تمام خلينا ناخذ الاتصال. الو الو يا هلا السلام عليكم. عليكم السلام تفضلي لو سمحت بس استشير الدكتور بشغله حياك. لو سمحت أنا عندي مشكلة إنه يصير عندي تشنج بالمري. شلون يصير عندي تشنج؟ شلون قلتي إن عندي تشنج بالمري؟ يعني أنا فيني ربو بس شخصاني إنه فيني ارتجاع بالمري والشدة الارتجاع هذه تسبب تشنج بالمري. حلو. لأني كنت أختنق ويقمع علي. أوكي. شخصوش بناء على شنو؟ على منظار على فحص. منظار. بس منظار. أي. ما سويتي فحص عضلة المري. لا بس منظار. اي فلازم تسوين فحص عضله في فحص خاص يبين شنو معناه تشنج المريء لان التشنج المريء قصده من مثل يصير تقلصات قويه في المريء اذا تقلصات قويه واختناق يعني ما فرق بين الربو والاختناق اللي يصير من المريء بالضبط فاذا تقلصات قويه في المريء لازم تعرفين في وايد انواع من التقلصات
عن طريق هذا الفحص اللي أقول لك عنه هو فحص عضلة المريء، مو منظار عادي، هذا فحص يفحص لك العضلة. الدكتور يعطيك مثل شيء تشربينه ويشوف شلون طريقة الأكل قاعد ينزل، وش كثر قوة التقلصات وياك، وإذا فعلا قاعد يصير عندك تقلصات قوية في أدوية معينة تنعطى حق هذه التقلصات إنها تخف، أدوية مثل ترخي من عضلة المريء. تمام، وشنو يعني الأطعمة اللي تتجنبها عشان ما تصير معي هالمشكلة؟ ما سمعت مرة ثانية. الأكل اللي تتجنبه. الأكل. ما في أكلات معينة توخرين عنها، المهم لا تأكلين نقول لهم أكلات ثقيلة، لازم تبغين الأكل عدل، ما يعني ما تأخذين الأكلة ورا أكلة ورا بعض، ما تكون الأكلة يابسة، لا تأخذين الأشياء اللي تهيج بطنك، في بعض الأحيان الأشياء البقوليات تهيج وايد البطن، فأوخر عنهم المشروبات الغازية. السبايسي. السبايسي بعض الناس، ما أكل ونام على طول، عرفتي؟ يعني أكل وأخذي بريك بساعة ساعتين بعدين أفطر، ما أكثر وايد بالليل. هذه الشغلات يعني الأساسية اللي توخرين عليها. شيء ما يتشخص من المنظار. التشخيص تشنج المريء ما يتشخص في المنظار، المنظار له فايدة، بس هذا اللي قلت عنه الفحص الثاني له فايدة ثانية ما لها علاقة في المنظار. شو اسم الفحص عفواً أخو الدكتور؟ مانومتري إسوفيجيل، هو فحص عضلة المريء. أوكي، يعطيك العافية. هيا شكراً، شكراً، يعطيك العافية. دكتور، شو الجديد في ما يخص يعني عالم التخسيس، المناظير، الجراحات هذه، شو الجديد فيها؟ من ناحية غزك السمنة يعني؟ إيه. أوكي. آخر شيء الحين طبعاً كل التطورات قاعد تصير في بند الأدوية. الحين على البايبلاين، على البايبلاين في أربع أدوية تقريباً قريبة قاعدين يسوون عليها ريسيرش. شنو هي؟ أساميهم والله ما أتذكر. لا شنو هي يعني؟ أدوية تخسيس. تخسيس. من ضمنهم حبوب، من ضمنهم إبر. زين. الإفكتس مالهم قاعد يقولون أقوى من المنجارو بعد قاعد توصل. زين. شنو سايد إفكتها طبعاً ما حد يدري، خلينا نشوف خلينا ما ينزل بالماركت. من ناحية لأن صار عندنا وايد أوبشنات، فقمنا نصير وايد ندمج شغلتين مع بعض، عرفت؟ يعني مثلا واحد خلينا نقول حط بالونة، نقول لهم نسوي لك العلاج الثنائي مثلا بالونة مع دواء، أو نسميه خياطة المعدة، أو مثل مو بديل تكميم بس شبه للتكميم، بس عن طريق المنظار تخيط المعدة من داخل، تاخذه وتصقر المعدة، فبالتالي تعطيك فعلا إحساس نوعا ما مثل التكميم وينزل وزنك. زين، وندمج معاه الدواء. الحلو في هذا الشيء إن أنا حتى أنت سويت عملية، مثل ما يقول كان سويت عملية دكتور قبل مثلا قبل الأدوية، سويت تكميم زاد وزني، يلا تحويل مسار، الحين لا يبا أقدر أعطيك دواء أنزل وزنك. زين، فدمج هذا صار وايد فادنا إن قاعد ينزل الوزن أكثر. في حبة يقولون دكتور أو شغلة شيء الحين نازلة يقول لك أقوى من المنجارو، هذا موجودة نازلة صح؟ اللي شيء مثل كذي تاكله يتفتفت داخل. شنو؟ تفاتيت. تفاتيت تتفتفت داخل يعني فتفه قصدك؟ لا لا ها لا. شنو بساعدك انا حبه يقولك اقوى من المنجارو نخي وربه ديان شكرا بساعدك والله والله يقولون اقوى من المنجارو في ريبابلس بس مو اقوى من المنجارو نفس الاوزمبك هي إيه؟ بس هي هم مو معترف فيها او ما نقول عنها ما في لها اثبات علمي ان نزول وزن آه. اوكي الناس تستخدمها اوكي هذا شيء ثاني إيه؟ سميها اوف ليبل يعني مو مصرح فيها إيه؟ زين بين هذه الابر ما فيها تصنيفات من أي ناحية؟ بالاعترافات و... لا لا الحين المعترف فيها كأدوية نزول وزن السكسندل اللي هي نفس طاقة الفكتوزة هي تنزيل وزن ولا تنظيم سكر؟ أو ما تنزيل وزن قاعد تكلم عن الوزن تنزيل. الحين سكسندل مثل الفكتوزة بس ترى الفكتوزة هي حق سكر وسكسندل حق وزن بس ترى تركيبة واحدة هي نفس ونفس شكل يوم عندك ما بين الأوزمبك عندك الأوزمبك ويغوفي ويغوفي هو نفس الأوزمبك بس جرعاته اعلى تلاحظ مع الادويه نزول الوزن الجرعات تكون اعلى بس نفس التركيبه المنجارو نفس الحكي هو الدواء حق نزول الوزن ينعطى حق السكر بس بجرعات اقل دكتور العمليات التكميم والأبر رده فعل الجسم انا اتكلم عن رده فعل الجسم الحين سواء اخواننا او خواتنا البعض نشوف عندهم اللغلوغ هذا يكون طايح التشحب اللي في الوي بعض البنات يقول لك نشكو من تساقط الشعر قصدك بطلع اللغلوغ طايح لا بعد راسي الايد الاطراف تكون شكلها يعني مو طبيعي شكرا دكتور ذات الامر سواء سويت تكميم او خذيت الأبر راح يكون شكل الجسم ذات الشكل اللي راح يطلع مع اي وقت نزول وزن نفس الشكل بيصير ايوه انت الحين لما تقط لي 10 كيلو غير لما تيجي تقط لي 40 50 سواء كان تكميم اوبر اي شيء اوكي اللي يساعد في هذا الشيء انه يصير نقول اكثر او أسوأ هو عدم الالتزام بشنو الحين نتكلم قبل ترى عقود من بدايه التكميم تلقى المريض يسوي تكميم وهذا وجه الضيف يجيك مره وما تشوف صدقت الحين لا تلقى سوالف قبل العمليه صح في بعض الاحيان نعدل فيتامينات قبل العمليه
وبعد العملية متابعة سنة، ولازم يلتزم فيتامينات مدة سنة ما يقطعها. الشغلة الثانية، نركز وايد في طريقة الأكل ونوعية الأكل، مو أي شيء تأكله تركيز وايد. سبحان الله، وجعلنا من الماء كل شيء حي. وايد نركز على الماء، اشرب ماء بكميات كافيه. لا تقول لي اشرب شويه ثقيل، مو انت ثقيل الماء قاعد تشرب بيبسي، اشرب ماء مكان بيبسي. فنركز على البروتين، اكثر شيء يساعد في بناء عضلات جسم. نقول احنا مثل الطوفه، اذا تبي الطوفه تلحم حط سميد عشان لا تطيح. زين، تبي الخلايا تمسك ببعضها، لازم تشرب بروتين كميه كافيه. لما انت تسوي عمليات سمنه تكميم او تحويل مسار او الابر، كميات البروتين تقل، فلازم تعوضها بالمشروبات اللي فيها البروتين العالي. عرفت؟ هذه كلها ساعدت وايد ان هذه المشكله تقل. ما تسمعت انه شكله مسوي تكميم ويها مبين تكميم، عافيه عليك دكتور، الحين وايد قاعد تقل، ترى هذه وايد قلت عن قبل، زاد الاويرنس وايد. حتى احنا عشان اقول لهم، ترى يا جماعه انت مثل شبهني انا المي اسوق السياره توني فاتح ليسه، تلقاني مبين عليمي صح، لا في مين لا في سار، بس بعد فتره انا اعرف اسوق. الحين تكميم ترى الحين نفس قبل 15 سنه لا فرقت شكل المعده، حتى فرق قصه المعده، فرقت موضوع الخياطه والتغليف والحمايه، هذا كله فرق. احنا على قولتك قمنا نسولف وايد المرضى ونعطي وناخذ، ولازم تتابع ولازم تي وايد يفرق. هم نقول لهم شيء اسمه بيشنت سيلكشن، نختار المريض المناسب للعمليه المناسبه، مو على قولتهم كل واحد حسب وزنه قال لي انا عمليتي كذي. هي لازم تختار شنو اللي ينفع، يمكن هذا حتى لو كنت 40 بس يبغى تكميم ما ينفع، لا هو متقبل كجسم الريال سويت ايتر ايموشنال ايتر، حتى بسوي تكميم ما راح يفيده، راح تفشل عمليته قبل لا تبلش عمليته. فهذه الخلطه هذه كلها بعد ما انت عرفت وين المريض المناسب حق العمليه المناسبه. صح. انا دكتور يعني انا ما احب الحلو السويت. انت سويت بروحك. لا تستس يعني تسلم. هاي برزنت يو دكتور، برزنت يو يعرف الدكتور شفر واصل كده بقلبي شايل برد وتهاني والله يا دكتور. دكتور انا ما احب الحلو سويت، بس يا اخي العيش فوليوم، ايوه فوليوم اب العيش، يعني العيش ما اقدر صح، والفطاير الصبح صار يعني فطيره شيء. بس عجبني البيض انا، البيض ايه البيض لازم، البيض لازم اكله، اذا ما اكليته الصبح اكله بالليل والله العظيم دكتور. بس السويت مو صوبي، يعني مثلا تقول لي هذا ما اقدر، يعني هذا ادلاخ شو اسمه هذا ادلاخمه شنو الحلو زين قاعد تسوي منتج الماني اخاف ذا شو ادلاخه. فهذه المشكله بسرعه الجسم يمتن دكتور، صعب علي والله، يعني انا حبه عشت اي. احنا عندنا شوف عندنا جروبين بالكويت ثلاثه، نقول لهم ناس سويت ناس فوليوم ناس كومبينيشن سويت وفوليوم. انت من ناحيه انت الفوليوم ايتر، فوليوم يعني تاكل كميات عاليه اي انت اللي راح يفيد وياك. السرداب بيته ادوانيه قنشه نص دياي نص لحم اي ويشويطر يعطينا الحاره والبارده والخضره زين. دكتور اسماعيل جزاف عساك على القوه حبيب قلبي دكتور، واستمتعنا جدا بوجودك معنا، اعطيتنا خوش معلومات ما قصرت. قواك الله ويعطيك الصحه والعافيه. الله يعافيكم، مشكورين وما قصرتوا وتشرفت فيكم ومعرفتكم. وكميل كنا عارفه من كنا صغار لما كان يلعب كره. الله يسلمك يا حبيبي. الله يسلمك. اخاف مشبك قصدك فتحي؟ لا فتحي لا قصدك مشبك قصدك ايه بتقوله فتحي يعني؟ لا ترى انا لا مو معتز بخوك انت. لا اكيد اعتز فيه بس انا كنت لاعب يعني. فيصل ما بعد لاعب. دكتور انا ولدك لاعب كره بعد اي ابراهيم عبد الرحمن. انا لما كنت رحت حق دكتور فحصني طلع برا الدكتور قام يصارخ فهد كمل فين فهد كمل فين بالاميري. فبعدين دخلوني داخل قام يسدحني على بطني يسدحني على ظهري تقول الحوت الازرق. المهم قام يسوي كذي كان يقول كليتك فين؟ اي والله انا عايش بكليه واحده طول عمري يعني، بس هذا عادي يعني ما له شغل يصير فيها افتار. انا مولود فيها بس ما قالوا لي وانا صغير ان عندك كليه واحده. خافوا على مشاعرك. خافوا على مشاعري. فهذا عادي يعني عادي يعني. بس وزنك لا تضغط وايد على وزنك. والافتاق اللي بالكلى دق على الكلى. دكتور بس ضيع دش انا قاعد اقول هذا شيء بعطوا له اياه في المدرسه لا وصل هالحزه لا وصل اي يا يا يحن يحن. قواك الله دكتور مشكور يعطيك العافيه. استمتعنا معاكم ومع الدكتور اسماعيل جزاف، اشوفكم على خير يا الربع. قفال في ملح.